انتي خد يا فوز. الولاية نازلة معاك بمايوها أصفر، تطلعها بمايوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ لأني لا الصوت يا عم كان أزرق. إزيك يا إبراهيم؟ ناجي باشا عطلة. إزيك يا باشا؟ وحشني. إيه هتحضني وأنت مبلول؟ من فرحتي، ده أنا مش مصدق عيني. يلا غير هدومك وتعالى لي، أنا مستنيك في اللوبي. حمامة، فين أيامك يا باشا؟ انما سيادتك ما قلتليش احنا هنبدا امتى يا باشا؟ نبدا ايه؟ نبدا التمرين. كل حاجه هتعرفوها في الوقت المناسب. نعرفها؟ هو في حد غيري يا باشا؟ ايوه. الباشا الكبير وعم الشباب كلها، والله انت منور شرم. حسام المصري. ابراهيم. ايه يا راجل والنبي النطه اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي؟ ده انت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي. استنى حسام. يا باشا انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد، الواد ده لسانه طويل وعليا النعمه هضربه، وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا احنا ما بنتشطرش غير على بعض، انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميداليه. والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك، ده انا كنت هموت. يا ده هتغاب عليك يالا. ايه ده انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب انت وهو. هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد، احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه منيله بنيله زي وشكم. انا الحق عليا لو فكرت اعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وانت مغمض، انا سداد. الشغلانه اللي انا عايزكم فيها دي عايزه رجاله. طالما الشغلانه عايزه رجاله يا باشا هيما هيعمل معانا ايه؟ شوف يا باشا، شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت. لا انا راجل قوي يا بتاع الاولمبياد، واسال شرم كلها على ابراهيم العزقلاني، ده بيجوا بالطلب، ولو عايز تشوف الرجوله اوريها لك. توريني ايه يا قاد يا اهبل؟ انت ناسي اخر مره رنك علقت موت. انت عشان خدتني على اخوانا، بس لو راجل لراجل وش الوش والمصحف لعلم عليه. اخرس يا كلب انت وهو، ومحدش يتكلم فيكم. انا بس اللي اتكلم هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. There he is. Go and get him. قطعنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزنا فيها بالظبط؟ اول حاجه لازم تعرفوها الشغلانه دي ممنوع فيها الاسئله تماما. مفهوم؟ مفهوم يا باشا، بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي، يعني الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الاوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا، اظن بعد اللي حصل ده مش هيتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسح كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك. احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ يا استاذ، هم راحوا فين؟ نعم، هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في ثلاثه نايمين هنا ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه. حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك، عاملين شغل زي الفل. السلام عليكم. انت مش خريج اداب قسم عبري يا ابراهيم؟ ايوه يا باشا. طالع الاول على الدفعه؟ بامتياز. طيب ما تعينتش معيد ليه؟
عشان عارف شو ما واحده زميلته في الكافيتيريا يا باشا. انت مالك انت ايه اللي دخلك؟ الباشا بيسالني انا. هيكون ليه يا باشا الوسايط عينه الخامس والسادس والسابع ولاد الاساتذه. ولاد الاساتذه انت كنت عايز تتعين معيد ابراهيم؟ عاوز الحق يا باشا، قلت احسن ان جت منهم. وايه حكايه الطالبه اللي ظبطوها معاك في الكافيتيريا دي؟ دي عالم من نفسنا يا باشا، جواها سواد وغل بعيد عنك. دي بقى ضريبه النجاح اللي بيقولوا عليها. ضريبه نجاح يا فاشل، قد نزلت في الجرنان وعليها صوره قد كده يا باشا مكتوب تحتيها فضيحه ابراهيم العزقلاني. يا باشا انا معرفهاش، البت كانت قاعده في الكافيتيريا وداخل، ومفيش غير انا وهي، اسيبها تفيص؟ قعدت ادلك لها رقبتها واعمل لها تنفس صناعي، فجأة روح داخلين عليا واخديني على امن الكلية، لعبة ومعمولة عليا يا باشا. غاوي انت تنفس صناعي يا ابراهيم. هو مش موضوع غاوي، بس حضرتك حط نفسك مكاني، لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي ايدك تنقذها، هتسيبها تموت يا باشا؟ أكيد هتعمل لها تنفس صناعي. والنظام ده لو فطس هتعمل له تنفس صناعي برضه؟ لا دي تغور في 60 داهية. ده انا لو عملت لها تنفس صناعي نفس انا اللي اتقطع. اوكي واحد تو ثري فور فايف سيكس سيف ايت ناين جو لاست وان. اوكي اوكي انا شايف تحسن بس احنا ماشيين ببطء شويه، كان ممكن نعمل شغل احسن من كده. بص انت اهم حاجه تاكل بغباء وتشيل حديده تقيله وتفرج على نفسك بقى. قولي انت بتاكل لحمه قد ايه؟ كيلو في اليوم. كم كيلو؟ كيلو. وده بقى مستورد ولا بلدي؟ انا عارف هو اللي بيتحط قدام البزيح. لا طالما كده بقى الف هنا والشفا ومطرح ما يسري امر ابو كبات. يلا كمل يا ونش. بص بقى انا هسيبك شويه 5 دقايق كده وارجع لك على طول. اوكي اوكي ماشي. يا باشا سعادتك تؤمر. سعادتك بس ابعتوا لي في الجيم هنا لمده 2 أسبوع وانا هرجعه لك بطل العالم في كمال الاجسام. مش هتعرفه سعادتك خالص. الله يخليك. على فكره يا باشا انا ما بقبلش عندي اي حد في الجيم، كل اللي عندي ولاد ناس كبار ناس باشوات زي حضرتك يعني. الله يخليك يا باشا، مع السلامة. يا تهام في ايه؟ كنت عايز سلفة رؤوفية. سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش 3 4 أيام، لحقت صرفته؟ ايوه دول 800 جنيه، 800 جنيه هيعملوا ايه؟ أنا باكل لحمة بس في الشهر ب 1000 جنيه. وتاكل لحمة ليه؟ ما الناس كلها مقاطعة اللحمة. ايه ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ مع احترامي لحضرتك الدنيا كلها تقطع اللحمه الا انا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح. وانت تاكل لحمه غاليه و90 جنيه ليه؟ ما في لحمه صومالي ولحمه اثيوبي وفي لحمه كمان مجمده ورخيصه جدا وكويسه. ان شاء الله تكون لحمه حمير. هو انا اعترضت يا رؤوف بيه؟ اسمع تهامي انت تكيف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي امورك على كده. بعدين انا هحل لك مشكله اللحمه ازاي؟ إذا كانت الدولة نفسها مش عارفة تحل مشكلة اللحمة، أحلها لك أنا؟ تهامي، ارجع لشغلك أنا مش فاضي. انت بتعيطي ليه دلوقتي بس يا نوسه؟ ما انت كمان بتعيط اهو. لا هو في راجل بيعيط؟ بعدين انا عايزك تجمدي برودة اسود قد الدنيا وبتعيط ازاي؟ انا مش قادره اتصور ان انا عايشه من غيرك يا حبيبي. اهو نسيبنا بقى يا نوسه، هنعمل ايه؟ ابوك وامك عندهم حق. اذا انا مش قادره اكفي نفسي هكفيك انت ازاي؟ وهفتح بيت منين؟ بص يا حبيبي
انا مستعده استحمل اي حاجه، هسيب الدنيا كلها علشانك، بس ما تسيبنيش يا دهامي. حتى دي كمان يا نوسه ما نقدرش نعملها، ابوك وامك ما عملوش حاجه وحشه معايا، انا اللي قصرت. صحيح غصب عني، انما هما ذنبهم ايه؟ اهلك عايزين يطمنوا عليك يا نوسه، وده حقه. يا دهامي انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز تسيبني بعد كل ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ حتى الدبله يا نوسه كنت انت اللي جايباها على حسابك. انا ما استاهلكيش. انا انسان فاشل. ناجي باشا، ناجي باشا، عايزك يا توهان. والمصحف ما مصدق عليا يا باشا، مش مصدق عليا. بلاش غلبة وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. وحياتك هتلا 2 كيلو كمان، عشان الظهر دول مش هتكفوني. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر ويا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مديلك نمرة تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجه بكلمني؟ بصراحه اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا طهامي؟ 185 كيلو يا باشا. بس؟ انا اعرف ان انت كنت بتعدي 200 كيلو. زي ما انت شايف يا باشا. صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في النازل. انا تعبان يا باشا. امروها انت. قول يا طهام. طهام انا عايزك تسيب الشغلانه بتاعت الجيم اللي مش جايبه تمنها دي. بتاعت الشغل معايا. انا خدامك يا باشا. تاخد نيفه؟ انا بس مش عايز اكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفه؟ 2 كيلو نيفه تاني وحياتك. كل يا طهام، كل. انا عايزك بقى بعد ما تاكل تحكي لي على كل مشاكل. ولما انت بتنيل وبتحبها قوي بترمي لها الدبله في وشها ليه وتسيبها؟ انت حمار يالا؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده. ما كنتش عايز اربط مستقبلها بواحد فاشل ملوش مستقبل زي حالاتي. ده انت كئيب. هي ابوها بيشتغل ايه؟ السيرك. بيشتغل ايه في السيرك؟ مراود اسود. ايه؟ مراود اسود. مراود اسود، يسعى المرة منك يروح لاسعى كرباك يكومك. وهي بتشتغل ايه؟ مراودة اسود. يا نهار اسود، ده انت هتتلسع من كل حتة. اسمها ايه؟ نوسة يا باشا. نوسة. البنت دي خطيبتك وهتجوزها في اقل من شهر. بجد؟ يا ريت يا باشا. بس لازم نصلح الاول الهباب اللي انت حببته ده. نصلحه، بس ازاي يا باشا؟ ناجي عطا الله عميد سابق في الجيش وملحق في الخارجيه سابقا برضه. اهلا يا فندم. اهلا بيك. اتفضل سعادتك. اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل. ايه يا مالك واقف زلابة كده ليه؟ اقعد اقعد يا تهامي، اقعد ما تكسفش، اقعد. شوف ابو نوسه، الواد ده بيحب نوسه ونوسه بتحبه، واحنا جايين عشان نحط النقط فوق الحروف. بس يا ناجي بيه الحب مش كفايه. ما انا عارف، ما هو اصل مش معقول كمان الواد ده يتقدم كده فرضاني لبنات الناس من غير ما يرجع لي. ما انا زي ابوه، انا اللي مربيه. ما هو اصل يا ناجي باشا اخرس خالص. اخرس. ايوه يا ابو نوسه
شوف يا ناجي بيه، توام لما دخل من الباب وطلب البنت قلنا له أهلا وسهلا وقال إنه هيعمل وهيسوي، ولا عمل ولا سوى، وفي الآخر كمان عايز يقعد البنت من شغلها، يعني اللي عايز يرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل. كلمني أنا يا بنوسة، سيبك منه ده وضع عبيط أهبل. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. شقته موجودة في عمارات العبور، أنا عملت له تنازل عنها، يعني دلوقتي الشقة باسمه. ربنا ما يحرمني منه. يخلص خالص. ودي الشبكة يا بنوسة. المهر بقى ادونا فرصة شهر، يعني شهر مش أكتر، وهندفع لكم اللي أنتوا عايزينه. عدنا العيب. مش مسألة فلوس والله يا ناجي بيه. ما أنا عارف، بس الحاجات دي أصلها لازم تتحط لها حدود عشان كل واحد يبقى مرتاح. وأنا ما أقدرش أرد لك كلمة، كفاية دخلتك علينا وتشريفك لينا. نقرأ الفاتحة؟ نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وحضرتك مش ده أسد برضه؟ يا سلطان تعال يا سلطان. تعال يا سلطان. تعال يا سلطان ازاي؟ الله يخرب بيتك يا تهاني. الباب منين؟ مش عارف. الباب منين؟ اهو. ده عمره ما هيفلح. انا قلت لك مش دي خامس شغلانه نجيبها له وبرضه ما بيعمرش فيها. معلش يا سيد، مصيره يتعلم. هيتعلم امتى؟ ده انا وانا في سنه كنت بدرس وبشتغل مندوب مبيعات، رجليا دابت من لف على المحلات، وده عايز يقعد باشا والفلوس تجيله لحد عنده. والنبي ما تنكد عليه، هو جاي نفسه مكسوره ومتضايق وزهقان خلقه. قول له كلمتين يريحوه ويشجعوه، ده انت اللي مربيه، ده ابنك. لو كان ابني كنت كسرت رقبته وطلعته راجل صح. اسمع يا مسايل، انا مش جاي اطلب منك حاجه، انا جاي اسلم على ماما وماشي. تمشي تروح فين؟ انت ليك بيت تاني غير هنا؟ ولا ناوي تسيع في الشوارع عشان ندور نلف عليك في الاقسام؟ ما تشيلش همي، انا لقيت شغل تاني، ولعلمك انا ماشي بمزاجي، محدش طردني. لقيت شغل تاني على طول كده؟ انت بتشتغلني من كتر الشغل ما مقطع بعضه في البلد. يوه. معلش يا ابراهيم، عم خايف عليك يا حبيبي، ما تزعلش منه. انا مش زعلان منه يا ماما، ما انا عارف ان الراجل ده هو اللي رباني وصرف عليا لحد ما خلصت جامعه، وجمايله دي يا ستي فوق راسي، وانا قريب قوي هرد له كل اللي عمله معايا. حد يقول كده يا ابراهيم؟ مش ده عمك اللي مربيك، يعني في مقام ابوك؟ لا يا ماما، انا ما فيش حد في مقام ابويا، انا طول عمري عايش في البيت ده وحاسس ان انا ضيف. انا مش عايزك تقلقي عليا، انا خلاص كبرت وعارف انا بعمل ايه. طب يا حبيبي روح راضي بكلمتين، يا واد ده حارق نفسه عشانك، واحد غيره يقول وانا مالي. يلا حبيبي ربنا يكرمك. حاضر. صلى على النبي يا مسايا. عليه افضل الصلاه والسلام. والنعمه الشريفه ما تقلق عليا، انا كويس قوي وعارف انا بعمل ايه. انا ما صدقت يا ابراهيم انهم قالوا لي انك ماشي كويس في الشغل. قمت تتخانق وتسيب الشغل يا ابراهيم؟ هو انا هسيب الشغل ده الا لو قدامي شغل تاني احسن منه مليون مره؟ انا مش عاوزك تقلق، انا مرتب اموري كويس. والشغل التاني ده بقى فين ان شاء الله؟ مع ناجي بيه عطله، راجل 10 على 10، كان القائد بتاعي، بس هو دلوقتي طلع على المعاش وشغال في البيزنس، والراجل عاوزني معاه، ده جالي لحد شرم بنفسه. وايه بقى البيزنس اللي بيشتغل فيه ناجي بيه عطله ده؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده استيراد وتصدير. واتفقتوا على المرتب؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده مرتب كويس وفي عموله كمان. وهتبتدوا امتى الشغل ده يا ابراهيم؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده قريب. يعني ايه لسه ما اتكلمناش ومتهيألي يا ابراهيم؟ حد يسيب شغلانه مضمونه في ايده ويجري ورا حاجه في علم الغيب؟ ما احنا لسه ما اتكلمناش. الله. خلاص بقى يا عم سيد، ده ناجي بيه عطله ده راجل مضمون اكتر من جنيه الذهب، ما تقلقش انت. حد سأل عليا؟ أيوة يا فندم، جمال بيسأل على حضرتك ومستنى حضرتك في الكوفي شوب. شكرا.
بذمتك مش حاجة تضحك يا جمال باشا. يعني انت تطلعوك من الشغل ويحققوا معاك عشان ما رضيتش تسلم على الإسرائيليين وتحط ايدك في ايديهم، وانا تطلعوني من الشغل عشان قربت من الإسرائيليين وصاحبتهم. طب هم عايزين ايه؟ بس انا بيني وبينك مش زعلان ان انا خرجت من الخدمة، بالعكس انا حاسس ان انا عملت اللي انا مقتنع بيه وبنام نوم عميق جدا، بحس كده ان انا محترم نفسي. طب وناوي تعمل ايه؟ هتشتغل فين؟ في قناه فضائيه خاصه كلموني عشان اقدم لهم برنامج تلفزيوني، وانا بفكر. بتفكر ليه؟ انا اسمع انهم بيدفعوا كويس. ايوه انا عارف، بس عشان مختلفين على السقف. بس سقف؟ هو الاستوديو من غير سقف؟ طب وهتعملوا ايه لو المطره نزلت؟ مطره ايه بس نجيب ايه؟ احنا مختلفين على سقف الحريه. سقف الحريه. السلام عليكم. اهلا سراج باشا الكاتب الكبير. ازيك يا نجي باشا؟ ازيك. ازيك يا استاذ كمال؟ والله ليك وحشه يا نجي باشا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا جاي اقابل جمال بيه. يبقى انت بقى اللي هتعدله البرنامج بتاعه. ما الصحفيين دلوقتي سابوا الجرايد وجريوا على التلفزيون، فلوسه حلوه. والله انا ما سبت الجرايد يا سيدي، الجرايد هي اللي سابتني. ايه ده؟ انت سبت الجورنال؟ نقابه الصحفيين اكتشفت فجاه اني بروح اسرائيل بقالي 20 سنه، مع اني بنشر كل التحقيقات اللي بعملها في الجورنال باسمي وصورتي ومن تل قريب. واحد طلع في قناه فضائيه قعد يشتمني ويهاجمني، راحوا محوليني للتحقيق وبقت قضية. يعني احنا التلاتة مرفوضين وكل واحد لسبب غير التاني. الباشا عشان وطني وبيشتمه، وانا عشان قربت منهم وصاحبتهم، وانت عشان قعدت معاهم وكتبت عنهم. الله، الزار اسرائيل دي باين عليها نحس ولا ايه؟ والله صحيح. ما قلتليش انا اجيب ايه؟ حضرتك لما كلمتني في التليفون قلت لي انك عايزني في حاجه مهمه قوي. خير؟ اؤمر. لا بس كنت عايز اسالك، انت تعرف المستشار الطبي بتاعنا في المانيا؟ لا معرفوش، بس اعرف المستشار الاعلامي، ده دفعتي وصاحبي جدا. طب كويس قوي، يبقى هو ممكن يكلمهن. بخصوص ايه؟ وادحنا يا عم كلمنا لك المستشار الطبي وهو حجز لك عند الدكتور الالماني، وان شاء الله بعد شهر العمليه هتكون معموله. ناجي باشا، سيادتك بتتكلم بجد؟ وانا من امتى كنت بهزر يا ده انت؟ ربنا يخليك ليا، انا مش عارف اقول لك ايه. انت مالك كده؟ ده حاجات بيني وبين ابوك. لكن مصاريف العمليه كتير قوي يا ناجي بيه، مين اللي هيدفعها؟ احنا دفعنا عربون 10% عشان جديه الحجز، وان شاء الله لما الشهر يعدي ويجي ميعاد العمليه يحلها الف حلال. لا 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 يا ناجي بيه، ده كتير قوي، وهنرد لك منين ده كله؟ ومين قال لك ان انا هدفع حاجه من جيبي؟ الله، امال مين اللي هيدفع؟ ابنك هو اللي هيدفع، ربنا يخليه لك، ابنك وهو اولى. انا اللي هدفع باشا؟ انا على الحديده. انت مش بتشتغل معايا واد انت؟ ولا احنا ما اتفقناش على كده؟ باشا اتفقنا، بس شغلانه ايه اللي هجيب نص مليون جنيه في شهر؟ في شغلانات كتير بيجيب اكتر من كده، المهم الواحد يركز في الشغل. ولا ايه يا ابو الكباتن؟ ما تفهم بقى يا حسام يا ابني، ناجي بيه متعاطف معانا وعايز يساعدنا، لكن عشان راجل محترم مش عايز يحسسنا بكده. لا يا ابو الكباتن، حسام له شغل معايا. حسام هو الجدع وراجل ويعتمد عليه. طب هو ما قالكش عاوزني في ايه؟ لا هو ما قالش اي حاجه خالص يا باشمهندس، بس الظاهر عليه رتبه كبيره قوي، ده ماشي وراه خلاص. يا نهار اسود، لا يكون اخويا كريم مسكوب بزهره وبعتين لحد من امن الدوله. لا لا دول مش امن دوله. انت ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ اصل هم ما بيروحوش لحد، امن الدوله لما بتعوز حد بيبعته بيجيبوه لحد عندهم. معقول معقول برضه، ربنا يستر. انا من الصبح على عيني الشمال بترف. المهندس زاهر عبد الحميد الفر. ايوه.
وصل يا باشا. ازيك يا زاهر؟ مش ممكن ناجي باشا، والله العظيم ليك وحشه. الشركه نورت، الشركه كلها نورت. رد على الباشا كويس. الباشا بيقول لك ازيك تقول له الله يسلم سعادتك. الباشا ما بيحبش اللوكلو. الجواب على قد السؤال. ماشي 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 ماشي. الواد ده هيتعبنا. اتعامل يا باشا. تتعامل ايه انت بتتلكك؟ ازيك يا زاهر؟ الحمد لله يا سعاده الباشا، الحمد لله. انا والله قضيت الخدمه العسكريه وخدت شهاده الاعفاء. خلاص يا فندم خدتها زي ما سعادتك عارف. وبعدين يا فندم انا اتبعت لي ثلاث مرات استدعاء، ثلاث مرات رحت، الثلاث مرات ما تخلفتش ولا مره. حتى في مره انا رحت لوحدي، بقى المره الرابعه قلت يمكن يكونوا محتاجيني يعني ولا حاجه. وبعدين ادي شهاده الضرايب حضرتك والشهاده معايا اهيت وبطاقه الرقم القومي كل حاجه. بياناته كلها مظبوطه يا باشا. اه ده زاهر. انت بتاخد كام يا زاهر؟ 2000 جنيه يا باشا. وادي حضرتك معايا مفردات المرتب بيهم. وال 2000 جنيه دول بتاخدهم صافي؟ لا طبعا يا باشا، يعني حق الدوله انا حكله عليها. انا بدفع 40% ضريبه. لا هما مش عاملين الضرايب 20% على ما اعرف يعني. اهو ده تضارب في الاقوال يا باشا. هتبدا ملاوعه؟ هتبدا ملاوعه؟ هيتعبني يا باشا. انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف سايد. وبعدين يعني هو اللي عند الحكومه هيروح، دي حصانه. يعني انت بتحوش عند الحكومه؟ كويس قوي. ايوه يا باشا، انا كمان بدفع تامينات وبدفع معونه شتاء وهدفع كمان الضريبه العقاريه اللي هيعملوها على الشقه دي. ابويا كان جايب لنا شقه في الستينات ب 6 جنيه ونص، هم قدروها ب 3 مليون. كويس كويس قوي. يعني انت مرتبك بيصفصف على كام دلوقتي؟ 460 جنيه يا باشا. 460 جنيه لمهندس عبقري بتاع كمبيوتر زيك؟ ده انت ما شاء الله بتخش على النت بتجيب رقم الكريدت كارد بتاع اي راجل غني تشتري اللي انت عايزه وتم خارج، ولا من شاف ولا من دري. مش كده يا زاهر؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك والنبي يا باشا. انا بطلت الحكايه دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام. طب اسمع يا زاهر، انا عاوزك. انا تحت امرك يا باشا. انا عاوزك في الشغل. انا جاي لك عشان تشتغل معانا. يا باشا انا ده شرف ليا، بس الحقيقه انا هنا لسه بعقد وما اتثبتش. فحضرتك بس لو تصبر عليا شويه. ده بقى اللوك لوك اللي انا ما احبوش. هو حضرتك هتفتح شركه كمبيوتر يا فندم؟ انا هفتح بس مش شركه كمبيوتر. امال شركه ايه؟ مالكش دعوه، انت ما تسالش. يا ولاد مش انتوا بتشتغلوا معايا؟ ايوه يا باشا. عمركم سالتوا على الشغل؟ ولا نقدر نسال سيادتك، دي اسرار عسكريه. يا باشا لو حضرتك قلت لي ارمي نفسك في البحر يا ابراهيم هرمي نفسي على طول. يا اخويا ما انت ما هتصدق، ما انت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا ارد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا تعالى معانا يا زاهر. احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا. هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها؟ ربنا يعز مقدارك يا باشا، يجعله عامر. انت واقف متنح كده ليه؟ يلا هاتوا. يا سيدي عليا النعمه يا باشا، ان نفسي اتفتحت للشغل معاك. طول عمري بعوم جنب الجمبري ومش طايله بايدي. طول عمرك معفن ودني. انا لو الباشا هيشغلني معاك فول وطعميه برضه هشتغل. يا حبيبي حنين قوي. يا متر فندم، عندكم لحمه ولا انتوا مقطعينها؟ موجود يا فندم. طب اعمل الافندي ده 2 كيلو لحمه مشويين. ها اصل هو ما بيحبش الازازه، بيحب الهوبر. حاضر يا فندم. ايه يا زياد ما بتاكلش ليه؟ لا يا فندم انا مش همد ايدي على الاكل قبل حضرتك يعني. لا انا مش هاكل، انا جايبكم عشان اتكلم معاكم وانتوا بتاكلوا. بس عايزكم تفتحوا مخكم معايا وتركزوا كويس في الكلام اللي انا هقوله. لا طالما الموضوع محتاج تركيز بعد اذنك بقى يا باشا. يا متر والنبي واحد استاكوزا جامب الله يخليه. ايوه الكبيره دي. ماشي ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. دلوقتي الموضوع اللي انا عايز ايه يا دت؟ انت جننت؟ بقول لك ركز معايا. ما انا مركز يا باشا، ده جروب كان عندي في شرم من فتره يعني. دول اسرائيليين. ايه يا باشا؟ انت هتفضحنا ولا ايه؟ ما تخلي الطبق مسطور. ده سواح جلد قوي، ده انا مره خدتهم وغطست بيهم تحت الميه، وقعدت افرجهم على الشعب المرجانيه مرجانه مرجانه لما اتقطع نفسي، في الاخر قعدوا يلموا من بعض وادوني $5.
عالم جلدة. جلدة ايه وزفت ايه؟ انت بني ادم، انت ما عندكش دم. واخد الاسرائيليين تفسحهم تحت المايه يا خاين يا عديم الوطنيه يا عميل. الله الله الله. او اللي زي ده يا باشا لازم يتشني في ميدان عام. اكل العيش اعمل ايه يعني؟ الله. وليه ما تعتبرش اللي انا عملته ده عمل وطني اللي مشرف مصر انت؟ لما طلع من جيبهم 5 دولار ابقى انا الكسبان. ولا انت ايه رايك يا باشا؟ انت ايه رايك يا زاهر؟ لا والله انا ناجي بيه بحب. معلش ممكن ارد على التليفون؟ ايوه كريم. ايه مالك؟ مالك اسم ايه؟ ليه؟ طب اهدى اهدى اهدى. انا هاجي. معلش انا جيب ايه؟ اخويا اتمسك في الاسم ولازم اروح له. انا جاي معاك. طبعا انتوا قاعدين، احنا مستنيينك يا باشا. الاسم ورانا مش بعيد. اي خدمه يا باشا، انت بس سيادتك تدينا رنه هتلاقينا قدام سعادتك على طول. انا جاي معاك يا باشا. خليك انت عسام، انا هروح معاه وهنيجي على طول، محدش يتنقل من هنا. حنين قوي. ادفع. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. اهلا ناجي باشا، اتفضل. خير؟ هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ عاملين مظاهرات قدام الجامعه بيطالبوا بصوت اسرائيل وحرقوا العلم الاسرائيلي. انا بسال حضرتك، مسكتهم ليه وقبضتوا عليهم ليه؟ ما انا قلت لسيادتك. لا، ما المسألة دي بتحصل كل يوم، مسألة بقت عادية جدا. بشعبان عبد الرحيم بقى له 10 سنين بيقول الكلام ده، محدش قرب له. ودول شباب متحمس، دول أطفال. لا احنا مش أطفال وعارفين كويس احنا بنعمل ايه. اخرس يالا. بس يا عم كريم. وأخوك ده يا زاهر؟ بس يا كريم احنا ناقصينك. انا قصدي اقول يا فندم ان دول شباب متحمس، واللي حصل ده ان دل على شيء فإنما يدل على مناخ الحرية والديمقراطية اللي بتعيشها الأمة في أزهى عصورها، وعلى احتواء الشرطة للمتظاهرين بطريقة حانية وديعة زي الأمة بالظبط ما بتاخد ولادها تحت جناحها. بقولك إيه؟ أنا كلمتي على رقبتي، الكلمة اللي أنا أقولها بنفذها أحسن من أي نادي موجود. هو بقى لو ما وافقش انا ليا تصرف تاني. ايه؟ هضطر اجيب ميسي. ميسي؟ ميسي استاذ رئيس قسم؟ استاذ؟ شكرا. ايه بقى؟ حلمي ده بقى على ما اشوف. مساء الخير يا عبد اللطيف بيه. شفت الدنيا صغيره ازاي؟ مين ده؟ ده كابتن حسام المصري. بتاع ايه؟ بتاع الوصب الطويل. اللي انت عملت العمليه لابوه يا رجل البر والتقوى. بعت لي شويه صيعه عشان يستفردوا بيا ويضربوني. طب انا بقى هعلمك ايه هو الوصب الطويل. يا نهار اسود يا نهار اسود العودة. يلا يلا يا اخويا يلا. اسمعني انا بقى اللي خرجوني، انا لا يمكن اخرج واسيب زمايلي جوه، احنا دخلنا مع بعض ولازم نخرج مع بعض. ايه يا ابني؟ انا بقى لي ساعه جوه القسم بقول مرافعه عشان اطلعها. يلا ما تهمل. معلش انا جيبي حقك عليا، انا كريم اخويا اصله متحمس قوي وبيكره اسرائيل كره العمى. انت عندك كام سنه يا كريم؟ 21 سنه. ولحقت تكرهها امتى؟ انت لا حضرت نكسه ولا حرب ولا سلام، انت جيت بعد كده. انا مولود كده يا ناجي بيه. بعد اذنك خد يا كريم. يا كريم استنى يا ابني. انت موقفك ايه؟ لا انا عمري لا مشيت في مظاهره ولا شلت يفط وزعقت. طب يلا احسن العيال زمان مش طابوا على الاكل، نلحق لنا اي حاجه. يلا اتفضل يا كريم. معرفش يا باشا، فجأة ترابيزتين نزلوا في بعض ضرب وصريخ وطاخ وتيخ، والأجانب بقى يجروا ويصوتوا
كان في ثلاث شباب مقدمين كده، منهم واحد طويل وبعضل كده، تعرفش راحوا فين؟ هم تبعك؟ لا 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 ولا اعرفهم، انا بس بسال يعني. وجه البوليس خدهم وداهم الاسم. اسم ايه؟ اسم الهرم. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. في ايه تاني يا ناجي بيه؟ اتفضل. هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ دول عيال صيع وهيترموا في الحجز عشان يتعرضوا على النيابه الصبح. دول شباب متحمس، دول اطفال دول. اللي بيحصل ده ان دل على شيء انما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للجيل الجديد بصوره حانيه وديعه زي الام بالظبط ما بتحط اولادها تحت جناحاتها. هو في ايه؟ ما نعرفش يا باشا. فجأة ترابيزتين نزلوا في بعض ضرب وصريخ وطاخ وتيخ، والأجانب بقى يجروا ويصوتوا. كان في ثلاث شباب مقدمين كده، منهم واحد طويل وبعضل كده، تعرفش راحوا فين؟ هم تبعك؟ لا 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 ولا أعرفهم، أنا بس بسأل يعني. وجه البوليس خدهم وداهم الاسم. اسم ايه؟ اسم الهرم. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجية. في ايه تاني يا ناجي بيه؟ اتفضل. هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ دول عيال صيع وهيترموا في الحجز عشان يتعرضوا على النيابه الصبح. دول شباب متحمس، دول اطفال. اطفال دول. اللي بيحصل ده ان دل على شيء انما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للجيل الجديد بصوره حانيه وديعة زي الأم بالظبط ما بتحط أولادها تحت جناحاتها. اسمع يا دي، أنت وهو، أنا مش جاي من آخر الدنيا عشان أقعد أعلف فيك وأدور ألمكم من قسام البوليس. إحنا خدامينك يا باشا، ولعلمك بقى بعد إذن معاليك أنا عرفت حضرتك عاوزنا في إيه. في إيه يا عبقري زمانك؟ حضرتك عاوز تفتح شركة سياحة، أنا مسكها بحكم اللغات اللي عندي، وتامر يقطع المهندس زاهر، والمهندس تامر يقطع التذاكر. مهندس تامر مين؟ انت اسمك ايه؟ زاهر. وزاهر يقطع التذاكر عشان الكمبيوتر اللي عرفنا بيه ده، وتهامي وحسام يقفوا امن على الباب، صح يا باشا؟ طب ليه؟ يا اخوانا الحكايه مش فزور. الباشا قال لي عاوزنا في ايه، بس هو ناسي. الباشا ناوي يفتح هيلث كلاب وجيم مع بعض، وجايبني عشان امسكه له، انما جايبكم ليه بصراحه انا مش عارف. جيم ايه وهيلث كلاب ايه؟ الباشا هيفتح شركة كمبيوتر على أعلى مستوى، علشان كده جابني، صح يا باشا؟ بس يا ضايع أنت وهو، الباشا هيفتح شركة استيراد وتصدير. برافو عليك يا حسام، أنت الوحيد اللي بتفهم فيهم. ربنا يخليك يا باشا. طب هنصدر إيه ونستورد إيه يا باشا؟ إحنا هنستورد بس، مش هنصدر حاجة. يبقى أكيد يا باشا ناوي تستورد أجهزة رياضية، دي شغالة دلوقتي زي النار. لا إحنا مش هنستورد بضاعة. أمال هنستورد إيه سعادتك؟ احنا هنستورد فلوس، هنجيبها من بره مصر لجوه مصر. احنا هنسرق بنك. ايه؟ هنسرق بنك. طب والبنك ده فين سعادتك؟ في اسرائيل. فين؟ في اسرائيل. انت بتتكلم جد يا باشا؟ فوقه اللي وقع ده. زاهر، قوم يا زاهر. يا ابني ما تفوق يا ابني، ايه يا باشا اللي انت جايبه معانا ده؟ ده شكله كده جاي غلط مع المكتب. بقولي والنبي يا باشا، اعفيني انا من المهمة دي والنبي. يا باشا انا هبقى عبء عليكوا، انا اصل انا بتجيني حالة عصبية وبقع كده ومبقاش داريان بنفسي. لازم تعرفوا ان كل واحد فيكم له دور محدد في العملية. محدش غيره يقدر يعمله. احنا زي فريق الكورة بتاع المنتخب. كل واحد له مهمة نازل يعملها. أنا جاهز يا باشا. وأنت مريض. خدامك ابو تريك. وانت يا زاهر، ممكن اسال سؤال يا باشا؟ اسال.
والنبي يا نجيبي ما تزهق مني. انا طول عمري في حالي وقافل عليا باب بيتي وكافي خيري شري. اقوم يوم ما اشطحنطح اسرق بنك وكمان في اسرائيل؟ اسمع يا زاهر، لازم تعرف ان انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. انا ما اقدرش اطلب منكم حاجه محدش يقدر يعملها. عندك تهامي مثلا طول بعرض وعضلات، انما مخه بعافيه شويه يا دوب يمشيه. يعني انا مثلا ما اقدرش اطلب من تهامي انه ينزل لي برنامج معقد على الكمبيوتر ويفك شفره ويتحكم في الليزر سيستم. بصوا له كده حمار. انما لما واحد زي حضرتك عبقري يقدر يعمل ده بمنتهى السهوله، مش كده؟ ناجي باشا يقصد ان هو حاطط الرجل المناسب في المكان المناسب. طب معلش سؤال يا باشا، هي العمليه دي فيها نسوان؟ اشمعنى؟ امال يعني حضرتك جايبني ليه؟ كل واحد هيعرف انا جايبه ليه في الوقت المناسب. طب والنبي يا باشا، العمليه دي فيها اي خطوره على اي حد فينا؟ لا مفيش خطوره خالص، احنا هناخد تاكس ننزل قدام البنك نضرب باب البنك برجلينا ونروح على الخزنه نفتح الخزنه بطفاشه واخدين الفلوس وتنينا راجعين. حلو كده؟ والخطه ايه يا باشا؟ هتعرفوا الخطه لما العدد يكتمل. هو لسه في ناس تانيه يا باشا؟ ما احنا حلوين كده، على الاقل اللقمه ما تتقسمش 60 حته، ده بركتها تروح. انت ما حسستي زي ما تكون عامل جمعيه وعايز تقبضها الاول. مين معانا تاني يا باشا؟ يلا يا بلدان! تاني عبد الجليل يا حرم تجايه! الاقرب مني هتخلفه يا حرم خربان! مالك يا يا اتكل على الله! يا حرام يا لهوي يا لهوي! الراجل هيذبح الواد! اجري يا واد يا مجدي! اسمع كلام امك يا! بعد ما نقرش اسمي على قفا امك! يلا يا! محدش يعمله! قومي يا ابنك! هو ده يا باشا؟ هو ده مش يسرق بنك، ده هيقلبنا احنا. يا عبد الجليل ايه ده؟ الباشا الكبير واصل! يلا يا الباشا الكبير واصل! افرح يا حاره وزغرتي يا مطوه! اهدنا يا يا اهلا يا باشا! افرح يا مطوه وزغرتي يا منطقه! ايه ده؟ الباشا ناجي هطلع عندنا! يا اهلا يا اهلا! يا دي عشه! حاجه صفيح ساعه للباشا يا وانا! ازيك يا عبد الجليل؟ الحمد لله يا باشا، مستوره ولا ينقصنا الا وياك. واديك شفتنا. يبقى انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا يا باشا. شكلك كده لسه عايز حاجات كتير. انا عايز اقعد معاك اتكلم في كلمتين يا عبد الجليل. تحت امرك يا كبير، بس بقول لك ايه؟ بدل ما نقعد نتكلم في الحته المخربقه دي، تعالى اقعد عندي في البيت لحد يسمعنا ولا يقاطعنا. مين دول يا كبير؟ حكومه؟ لا دول مطافي. يا اهلا يا اهلا بضيوف الباشا! اتفضل يا كبير! يا دي النور يا دي النور! اتفضل يا باشا! ودي يا كبير بشكلاته يا هو يا حاره! يا اهلا يا باشا! لا سحري ولا خربها! الباشا جه المنطقه! لا سحري ولا خربها! الباشا جه المنطقه! يا اهلا يا كبير اتفضل! هو ده بيكو عبد الجليل؟ اه يا باشا. البيت ده متين؟ ده حتة حديدة يا باشا، ده مادن جذوره في الأرض يجي من 300 سنة، وبعدين ده لا زلزال يحوق فيه ولو حتى جبل وقع عليه. بس أنا شايفه مايل شوية. لا يا باشا لا مؤاخذة، ده هي دي الهنجسة بتاعته، يعني هو كده لا مؤاخذة قايم على عدله. على عدله اه، أمال إيه الخشبتين دول؟ دول اللي ساندينه يا باشا. اتفضلوا! اتفضل يا باشا! اتفضل يا كبير! اتفضلوا يا رجالة! اتفضل يا كبير! اتفضل البيت نور يا كبير! يا دي النور يا دي النور! البيت نور والله! اتفضل! يا أمه! الكبير جالنا يا أمه! اتفضل يا كبير يا دي النور يا دي النور! اتفضل يا باشا! يا دي النور يا دي النور! والله أنت عايز زفة! يا دي النور يا باشا يا دي النور! البيت بيقع! البيت بيقع! لا 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 اوعى! مهندس البيت عصير ومتين، ده يا باشا الشاب ماله كسكان في نفسه كده ليه؟ يا عيال خايبة يا راجل، عيال خايبة.
في حد يخاف من بيت بيقع برضه؟ الله معقول؟ ها؟ لا طبعا. يلا بينا بقى. اتفضل يا حاج. يلا. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل يا كبير، نورت الدواب حالها، يا اهلا يا اهلا اتفضل. اتفضل فين؟ اتفضل في البيت يا باشا، البيت بيتك. معلش يعني هو شويه مش قد المقام يعني. يا راجل ما تقولش كده عيب، هو ده بيت اصلا. اتفضل يا كبير وحسن يا كبير. اتفضل 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 يا كبير. ازيك يا ابو حديد؟ يا باشا يا والله الوحيد اللي كان بيناديني فيها. عارفين يا رجاله احلى ايام حياتي، والله العظيم احلى ايام حياتي قضيتها مع الكبير. فاكر سعادتك ايام السجن الانفرادي؟ يا باشا يا باشا منور والله. رومانسي قوي يا عبد الجليل، احلى ايامه في السجن الانفرادي. امال ايامه دلوقتي شكلها ايه؟ عبد الجليل يا شباب كان في السجن الانفرادي دايما وكان بيهرب منه. ازاي بقى؟ كان بينشر الحديد بتاع شباك الزنزانه ويهرب منه، محاولة هروب 16 مرة، عشان كده مسميينه بحديد. ما شاء الله دي حاجة حلوة قوي. أنت لازم يا ابني تتحط في موسوعة جينيس. إيه غلس دي يا باشا؟ جينيس. بيقول ياد غلس. ياد بقول جينيس. يا لك خلاص صلى على النبي، صلى على النبي، خلاص صلى على النبي، صلى على النبي. معلش ما أنت ما حدش طايقك كده. قول لي كنت بتعملها إزاي دي يا عبد؟ بص يا باشمهندس، الحديد لا مؤاخذة قاسي قاسي. ما ينفعش ايه تشد معاه، ما ينفعش تعند معاه، لازم كده لمؤاخذه ايه تاخده بالحنيه وبالمسايسه كده، ها يدوب معاك حبه حبه. الله، ده بيقول حكم يا باشا. بيقول حكم. ودلوقتي بتشتغل ايه يا عبد الجليل؟ منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات. نعم. منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات ومظاهرات وماتشات وكده. انا كبير مشجعي انفي. مش معنى انفي يا منظم، عشان فلوسه حلوه. هو قفل منك. انا مش طايقه. اسمع عبد الجليل، انا عايزك في الشغل. امرني يا كبير. المكان هنا امان؟ امان الامان يا كبير. طيب شوف عبد الجليل. على مهلك يا راجل، صوتنا جايب اخر الحاره يا متعه. اهمد يا راجل اهمد. ملعون يا ابو ام الحاره على اللي فيها، اللي مش عاجبه يحط برطوشه فوقه ويتنيل يتساب. امان الامان هنا. ده الناس قاعدين معانا، ما تيجي نروح حته تانيه نعرف نتكلم فيها. لا مؤاخذه كبير. جرى ايه يا ولية يا عم ثابت؟ ما تخلي الراجل القفه ده يقفل الشباك ويقطم خالص. الدنيا حر، هي ناقصاك يا عبد الجليل. حر؟ هو انت شفت حر؟ ده انا هولع فيك بجاز واخليها لك جهنم. هما فاكرينك منظم احتجاجات ولا انت منظم حاجه تانيه؟ لا مؤاخذة بس يا راجل يا اوف، عيب عليك، ما تقفل بدل ما اجي لك يا مسعد. استنى بس استنى يا اخ مسعد، براحتك يعني ما فيهاش اي حاجه، بس على مهلك شويه لان البيت قايل للسقوط. تتحمق حمقه من دول نلاقي نفسنا تحت الانقاض في ثانيه. الله عليك يا باشا، ربنا يعلي مراتبك. دايما دايما حاسس بالبشريه والله. يا جماعه مسعد معذور، اصل الحتة البلد دي يا باشا بيبقى لها طعم تاني خالص. ايه ده؟ يلا يا نروح مطرح. لا صحيح، ايه ده؟ يلا يا ولد روح بلاش غلبه. شوف يا عبد الجليل. هو تأثير مسعد وصل لغايه هنا الظاهر. لا يا باشا، دي أمي ست الحبايب. أمي مين؟ أمي يا باشا. هي امك هي اللي مع مسعد؟ لا يا باشا، دي الولية ام ثابت. ام انا بقى اللي لا مؤاخذة تحت منك على الكنبة. ام مين؟ ام عبد الجليل. انهي كنبة؟ الكنبة اللي حضرتك قاعد عليها. ام لا مؤاخذة تحت منك. امك تحت مننا؟ ايوه يا فندم. الكنبة؟ انا اسف جدا. لا يا باشا، وربنا المعبود ما انت قايم. ما تقومش يا باشا، خليك قاعد وخد راحتك كده وراح راحتك. الله، دي زي امك بالظبط. بص يا باشا، انا هسلتها لمؤاخذه عشان خاطر تعمل لنا طقم شاي. اما تسلت مين؟ اما خليها مستريحه، ربنا يخليها لك. وده ايه ده؟
اصل امي امي مره مكافحه يا باشا، امي مره مكافحه وتعبانه وليا اصليه. انت عارف يا باشا الناس بتوع التلفزيون دول لو شافوها هيدوها حج وعمره ورحله المارينا، هيعملوا حاجات، بس احنا نوصل بقى لمين بقى هناك في التلفزيون؟ انت عارف بقى دنيا تانيه. انت عارف يا باشا لولا الست ديت كنت انا واخواتي الاربعه ضعنا، بس هي لما اخذت قعدت علينا ذكر ذكر قعدت علينا يعني ربتنا وكبرتنا، امال ايه لغايه ما بقينا رجاله انا واخواتي الاربعه. واخواتك الاربعه فين دلوقتي؟ في السجن يا باشا، واحد هجام والتاني فتح خزن والتالت بتاع شقق والرابع مظلوم يا باشا. انا بقول النبي يا ناجي بين الحق نخش في الموضوع قبل ما البيت يقع. شوف عبد الجليل، ايوه يا باشا، احنا هنسرق بنك. الله اكبر الله اكبر، يا دعاك اللي جاب ياما، يا دعاك اللي جاب ياما، يا دي يا مسعد. انا عايز اقول له ان امي دعاها جاب يا باشا. البنك ده في اسرائيل، ان شاء الله يكون في ميدان لبنان. هنروح طالما فلوسه صاحيه يا باشا، ما طالما بص هنشقلطه ونجيبه ونخلصه، امال ايه الفاتحه يا باشا، ان ربنا يوفقنا. شاف الناس، هي كلمة ورد غطاها، مش أسئلة وغلبة وقلب الدماغ. آمين. بقول لك يا باشا، لما أخصى كده أنا كنت عايز سلفة تحت الحساب لغاية ما ربنا ويكرمنا يعني ونهبق على البنك ونشطب عليه تماما، بس السلفة دي مهمة قوي. ليه بقى يا باشا؟ عشان أنا الولا عيشة بتاع القهوة عليها ليه 16 جنيه، فبصراحة منظري كده بقى في الحتة مش نضيف شوية يعني، معلش بس كنا بنتقل عليك يعني. وأنا بقول الحاجة الساعة ما جاتش دي. يا مجنون يا ابن الغسالة، يا مجنون يا ابن الغسالة، هو مش الدكتور قال لك أمك عندها كشكشة في العظام؟ تقوم تقعد عليا، مش كده يا ماما، مش كده رجالة يا ماما، مش كده مش كده. مساء الخير يا حاج. مساء النور يا اخويا، والنبي اخويا الواد عبد الجليل ده طيب، ده عبد الجليل امير وشيلني من على الارض شيء، لو خدتوه هترجعولي قفاش بريق، وانا ما حلتش غير هو اللي بيشني وبيوديني ويجيبني. بتحلم ولا حاجه؟ معلش يا باشا معلش، اصل الحكومه دايما هم مش دول ياما، مش دول الحكومه ياما، ده ناجي بيه عطا الله اللي انا قلت لك عليه وليا. ادعي لنا بقى كده دعوتين حلوين، يلا ياما ادعي لنا، ها ادعي لنا دعوتين، ربنا يوفقنا في المصلحه اللي احنا رايحينها. غريبه غريبه، وانا هدعي لكم. ادعي لنا يلا ادعي لنا. الهي ينصركم على مين يعاديكم. امين. إلهي وانت جاهي وفقكم وتروحوا وترجعوا بالسلام. آمين. إلهي يجعل لكم في كل خطوة سلامة. آمين. إلهي يكسيكم ما يعريكم. آمين. الحلال بين والحرام بين. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وهب الانسان بجهاز انذار داخلي، يوم لما الانسان يهم او يحاول ان يقبل على الحرام او المعصيه والعياذ بالله، الجهاز ده يحصل فيه ايه؟ يرن، والمنبه ده لو باظ يخسر الإنسان دنيته وآخرته والعياذ بالله. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير، وجعل نهاركم نادي بإذن الله. ازيك يا شيخ حسن؟ بسم
بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ناجي باشا عطا الله. والله العظيم ثلاثة، ومالك علي يمين؟ انت ليك وحشة ناجي باشا. وانت عمرك ما غبت عن بالي يا شو حسن، ازاي؟ الحمد لله، نشكره ونحمد فضله. صدق بالله ناجي باشا، لا إله إلا الله، أنت زرتني في المنام مرتين متتاليتين في ليلتين منذ يومين. الله أكبر. جئتني فاردا لي ذراعيك بشوش الوجه مشرقة، مادا لي يدك وتقول لي أنا عايزك معايا يا شيخ حسن. فعلا أنا عايزك معايا يا شيخ حسن. الله أكبر الله أكبر، هذه هي رسائل القلوب. عرفك بالإخوة المحترمين، دول بقى يعني أولادي وإخواتي الصغيرين، زاهر، حسام، تهامي، إبراهيم، عبد الجليل. الحياء سمة المؤمن الصحيح. أهلاً وسهلاً، تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله، سماهم على وجوههم، ربنا يكرمكم إن شاء الله. الشيخ حسن بقى أولاد كان سول فني في مصانع الذخيرة والأسلحة في الجيش، بس طلع معاش مبكر، بس إيه كان قسطة، دماغ دماغ يعني. أيام بقى ناجبيه أيام. شوف يا شيخ حسن، احنا جايين لك عشان شغل. مش قلت لك ابن حلال؟ والله العظيم يا ناجبيه ومالك علي يمين، الحال واقف واقفة ما يعلم بيها غير ربنا سبحانه وتعالى. ده بتصرف منين يا شيخ حسن؟ اهو الأوقاف كانت مخصصنا مبلغ كل شهر، اهو كان نوايا بيسند الزير ده، بالإضافة بقى لشوية الحاجات اللي بنبيعها على باب المسجد، شوية سبح على شوية سواك على شوية روايح مسك وعنبر وما شابه ذلك. لكن تقول ايه بقى يا ناجي باشا في اللي عاوزين يقطعوا عيشي دول وبعتين شكاوى وعايزين يصحوا القضية القديمة؟ انت القضية دي مش خدت فيها براءة باين؟ لا خدت 3 سنين وخلصتهم والحمد لله. لكن تقول ايه بقى يا ناجي باشا، الناس عاوزين يقطعوا عيشي. ما تقولش كده يا شو حسن، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. ونعم بالله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم افتح عليك يا شيخ حسن. والشغل يا ناجي باشا اللي سعادتك عاوزني فيه، يعني اقصد يعني العائد منه، هل سيوفر حياه كريمه ومعقوله؟ انا لا اقصد بالكريمه والمعقوله يعني الرفاهيه ورغد العيش، انا اقصد الاساسيات. كريمه ايه ومعقوله ايه يا شيخ حسن؟ هي شغلانه واحده هتعملها معانا وهترتاح بعد كده طول عمرك انت واسرتك وولادك. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، طول عمرك وش السعد والخير يا ناجي باشا، وما طبيعه هذا العمل؟ شوف يا شيخ حسن، احنا هنسرق بنك. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، حد الله ما بيني وبين الحرام يا ناجي باشا. احنا هنسرق بنك في اسرائيل. وان ينصركم الله فلا غالب لكم. لنقرا الفاتحه. أنا قررت اليوم بإذن الله إني أنفذ العملية. بعد ساعتين راح أكون في تل أبيب مع الصهاينة المحتلين. أقسم بالله العظيم حاسب فرحة كبيرة وأنا رايح أستشهد في وطني الحبيب، وحاسب إن أبواب الجنة كلها مفتوحة قدامي. بدي منك يا أمي ما تزعلي ولا تبكي، بدي إياكي تكوني فخورة بابنك اللي اكتشف أخيرا الطريق للجنة والخلود، هو الشهادة في سبيل الله والوطن. وهذا مش طمع مني بالجنة قدر ما هو طمع مني في حياة أفضل وأكرم لألك يا أمي وأخواتي الصغار اللي عايشهم بتصهاين المحتلين خلف الأسلاك الشائكة والرصاص، صوت القنابل والطيران واللي زرع جواهم الخوف والرعب. ولو ما ظهرش منك كل يوم استشهادي مهدلهم طريق الشهادة والفداء، رح ينسى العالم كله أنه للفلسطينيين قضية. عشان هيك لازم يعرفوا أنه الخلاص من الاحتلال ما بيجي إلا بالفداء والتضحية. إياك يا أمي ما تزعلي علي ولا تبكي، خلي دموعك دموع فرحة بإذنك عريس الجنة، دموع فرحتك ودعواتك راح تكون بوابات لجنة الخلد يا أمي. ما تقبلي عزاي وعلني الفرحة بدارنا، وخلي الحزن والأسى والخوف يسكنوا قلوب العدا. الصهاينة المحتلين اللي طردونا من ديارنا ويتمونا وعاشوا على خيرنا وخير أجدادنا، بدي منك تزرعي في نفوس إخواتي الأصغر. شايف زين؟ شايف الشاب الصغير اللي فجر نفسه ده واستشهد؟ أنا استشهد في سبيل الحق
استشهد عشان بيدافع عن بلده. مات مرفوع الراس يا ماما. قال الله تعالى مش كده يا زهر؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل طبعا. الله امواتا. بقول يا ماما انا هسافر كام يوم كده شغل. مسافر؟ مسافر فين يا زهر؟ ويستبشرون بالذين شرم. شرم مسافر شرم. ده شغل يعني تبع الشركه؟ لا دي شغلانه خاصه كده هخلصها وهاجي على طول. وهتقعد قد ايه؟ انا رايح وعارف اني مش راجع، وعارف اني مش راح اشوفك مره ثانيه يا امي، بس انا بعمل هيك علشانك. افرحي يا امي علشان عندك ابن ضحى بنفسه وسبق اخوته للشهاده، الشهاده اللي بتمناها الاخوه. يا زهر انا بكلمك، هتقعد في شرم قد ايه؟ مش عارف، قصدي تقريبا شهر. شهر؟ شهر بعيد عني. هو انا اقدر يا ابني؟ لها عند الله خير. هو انا في حد رايح جاي عليا الا انت؟ انت عارف اخوك بينزل من الصبح ما بيجيش غير على النوم. الدين شغلنا هتريحنا في الفلوس مما يراه من فضل الشهادة. وبعدين خلاص كريم بقى راجل، ما تسيبش ماما ابدا يا كريم، فاهم؟ طب هي ايه الشغلانة دي؟ انا راح افجر نفسي في تل ابيب، وعارف انه راح يكون في ضحايا ما لهم ذنب، بس بدي احكي للعالم كله كلمة واحدة، احنا مش ارهابيين زي ما الصهاينة بيقولوا علينا، احنا بنعمل هيك وراح نضل نعمل هيك لحد ما حكوكنا ترجع لنا وارضنا اللي احتلوها ترجع لنا. زاهر انت يا عم انا بكلمك. ايه معلش، اصل كلام الشاب ده شدني قوي. بقول لك ايه الشغلانه اللي انت هتعملها في شرم دي؟ هروح اصمم سيستم امني كده الاوتيل اللي بيتبني جديد. طب ما تاخدني معاك يا زيزو انا في اجازه يعني. لا انت، لا انت لازم تستنى هنا علشان تاخد بالك من امك. ربنا يوفقك يا ابني، بس لازم تتصل بيا كل يوم. هو مش هينفع يا ماما، الموبايلات اصلها ممنوعه، هم شرطين كده. ممنوعه؟ ممنوعه ليه يعني؟ جماعه خواجات بقى ومحسوكين شويه، وبعدين المكان اللي انا هبقى فيه مش هيبقى فيه سيجنال اصلا. طب يا حبيبي وهتسافروا امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. يا ابني ما كانش فيه داعي ان اقعد هنا، ومصاريف غاليه على الفاضي. انت مش بتقول شهر واحد اللي هتغيبه؟ اقعده عند عمتك في اسكندريه وخلاص. عمتي؟ عمتي ايه يا بابا؟ ما انت عارف جوز عمتي ما بيطيقناش. طب انت مش هتستريح هناك، وانا مش هسيبك تبات في مكان وانت مش مستريح ولو ليوم واحد. انت هتقعد هنا زي الباشا لحد ما انا اروح وارجع، اخدك نطلع على المانيا تعمل عمليه ونرجع سوا، بس يدي في هنا دكتور هيشوفك ويتابعك كل يوم. ربنا يوفقك يا حسام يا ابني، خلي بالك من نفسك يا حبيبي. المهم انت يا ابو الكبات انت دعي لي. انا بدعي لك من قلبي. انت عارف انا مطمن عليك ليه؟ عشان انت مع الاستاذ نادي عطله. الراجل ده محترم وبيحبك وهياخد باله منك. ربعمية ستة وخمسين لو سمحت. اتفضل يا نجيب باشا. هو سعادتك ناوي تعمل تشيك اوت امتى؟ بعد بكره الصبح بدري ان شاء الله. قمه سعيده يا نجيب باشا، ما تخليك قاعد معانا شويه. ايه اللبش اللي في الاوتيل ده؟ انا شايف امن في كل حته. اصل في مؤتمر اقتصادي الثلاث ايام اللي جايين دول، وفود جايه من كل حته، والاوتيل كومبليت يا نجيب باشا. بس المنظر بره يخض، انا قلت في حد جه احتل الاوتيل. ما هو تقريبا ده اللي حصل، اصل الوفد الاسرائيلي نازل في الاوتيل. اسرائيلي؟ ربنا يعادي الايام دي على خير. معقول؟ مستر ناجي عطله؟ شو هالمفاجاه الحلوه هاي؟ مستر ناجي انت ناسيني؟ اني اسحاق خليفي. ازيك يا اسحاق؟ بتعمل هنا ايه يا استاذ ناجي؟ ده سؤال غريب قوي، دي بلدي، انت اللي بتعمل ايه هنا؟ انا جاي احضر مؤتمر اقتصادي. مستر ناجي انت ابن حلال، اني احتاجك. خير
مستر ناجي، أنا ساكن بذات الطابق اللي أنت ساكن به ومحتاج أبدل غرفتي. قالوا لي إنك ساكن فيها وهي غرفتي المفضلة، وما عارفين إمتى بدك تعمل تشيك أوت، فلو تترك لي الغرفة في الكاميوم اللي أنا قاعد بيهم أكون كلش مبسوط. أنا ماشي بكرة، سيب لك الأوتيل كله. تحب أسيب لك البلد كمان؟ مستر ناجي أنت شايل مني؟ معقولة تكون زعلان من شان موضوع البنك؟ هذه شغلة خارج إرادتي مستر ناجي. اسمع يا عم سيد، أنا مش هستلم الوظيفة اللي أنت جايبها لي دي، وهطلع المشوار اللي أنا طالعه، بس أنا عاوزك تبقى عارف حاجة مهمة قوي. أنا عارف كويس قوي إن أنت اللي كبرتني وربيتني وصرفت عليا دم قلبك، بس أوعدك إن أنا أول ما أرجع هرد لك كل مليم أنت صرفته عليا. عيب كده يا إبراهيم، ما حدش يقول كده العم. سيبيه سيبيه أم إبراهيم. إبراهيم كبر خلاص، مبقاش يقبل إن حد زيي يصرف عليه. لكن قبل ما ترجع لي بقى كل اللي صرفته عليك يا إبراهيم، يا ترى أنت حاسب كويس؟ يعني هترجع لي مصاريف الأكل والشرب والمدارس، وما تنساش أول عجلة جبتها لك لما نجحت في الابتدائية، أوعى كمان تنسى اللابتوب يا إبراهيم. أنا تحت أمرك في كل طلباتك. طيب هتحاسبني إزاي بقى على خضيتي عليك يوم ما سخنت وجريت بيك على المستشفى؟ أنا كنت هتجنن يوم ما ظهرت نتيجة الثانوية العامة ورحت أنا وأنت عشان نشوف النتيجة، وأنت كنت خايف لحسن تسقط أو تجيب مجموع قليل يا إبراهيم، وأنا خدتك في حضني وطبطبت عليك وقلت لك ما تخافش هدخلك الجامعة اللي أنت عايزها. يوم ما مسكوك تحري وجريت على الاسم زي المجنون، وقعدت اتحايل على الظابط عشان ما يبيتكش ليله واحده في القسر، حاجات كتير زي كده يا ابراهيم. يا ريت بقى وانت بتديني حسابي يبقى احط دول في الفاتوره وشوف يساوي كام يا ابني. متزعلش مني يا عم سيد، أنا آسف والله. أنت مش عارف أنا بحبك قد إيه، بس وغلاوتي عندك وأنا عارف إن أنا غالي عندك. خليني أروح المشوار ده بس، وبعد كده هرجع أعمل اللي أنت عاوزه عشان خاطر يا عم سيد. أنا حاسس إن في خير كبير قوي ليا. روح يا إبراهيم أعمل اللي أنت عاوزه. ياما ياما قلت لك 100 مره ياما اسمعي كلامي بقى. ازيك يا بنتي بسنت يا اموره؟ ياما قلت لك ياما اسمعيني ابوس رجلك، سيبك من بسنت ونيله ديت، اسمعيني بس كده. انا قلت لك هاخد لك شقه مفروشه عشان خاطر الشهر اللي هقضيه في السبوبه دي ابقى مطمن عليكي. ورسول الله ما هرد عليك طول ما انت بتعلي صوتك عليا يا نتن. ياما انا ما اقصدش، انا نفسي بس اكون مطمن عليكي، ما سبتيش في الكشك ده كده لوحدك في الشارع. شقه مفروشه ايه يا نتن؟ انا اروح شقه مفروشه عشان نطالع واللي نازل ويقولوا انت اللي بتقبض يا حبيبي؟ ياما يا بنت صلي استوي كده، ما تخليش امسك فيكي. انا اللي همسك فيك ورسول الله. ماشي. هو ياما بس ما تقولش ياما، جرينهم ما احنا طول عمرنا عايشين في البيت ده. هو احنا كنا عايشين في قصر يا ضمايا؟ ورحمه امي ما انا ماشيه من البيت ده الا على تربتي. وبعدين لما يجوا بتوع الحي يا ضمايا يقولوا لهم ايه؟ راح تسكن في شقه مفروشه؟ ياما ياما ده انت ليكي حسبه بصراحه، تخلي الواحد يتجنن وبرجه يطير من نافوخه. طب 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 يعني لما تعوزي تروحي تعملي به بيه هتعمليها فين؟ لما عاوز اعمل به بيه ايه؟ الحته كلها كابينات، اروح اخبط على اي كابينات واقول لهم عند ذوقكم عايز اعمل به بيه، اخلص البه بيه واخرج. حبكت قهوه وهعملها على روحي اخش القهوه. قهوه ايه؟ القهوه مجواله هتقفي يا يوه. بقول لك ايه يا عبد الجليل، سافر سفريتك السودا اللي انت رايحها دي، ربنا وفقك كرمي وسيبني في حالي. انا مبسوطه كده مبسوطه كده مبسوطه كده. يما 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 يما. طب طالما مبسوطه بقى
قولي لي نفسك في اجيبه لك وانا جاي. مش عايزه حاجه من وشك الزفر. ليه بس ياما؟ الله ده انا جله ياما، جله ياما ياما الغوالي. وحياه سيدنا النبي، قولي لي نفسك في ايه؟ كتير عليك يا ضنايا. ياما قولي واصرخي ومالكيش دعوه. انا عايزه كده لو ربنا فرجها عليك وجبت فلوس كتير. عايزه ايه؟ عايزه حج اشوف الكعبه ومجلس على قبر الرسول عليه الصلاه والسلام. وحياه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وربنا المعبود لا تنوليها، والله لا تنوليها يا ام. خد يا مساكي خلي الفلوس دي معاكي. ها يخرب بيتك، سرقتها منين دي يا ياما؟ سرقتها ياما؟ الله ياما، انت كل كلامك كده بيزلف من لسانك وبتخلي الواحد يخرج بره شعوره. ياما ما تخليش الواحد يخبط فيكي ويمسك فيكي ياما. تدب مين يا تدب مين؟ ياما مش كده ياما. تدب مين؟ ياما والله ما سرقتهم، ما سرقتش حاجه. امال جبتهم منين؟ هقول لك ده الراجل اللي انا شغال معاه اداهم لي عشان خاطر اديهم لك، عشان انا اما اسافر يعني ابقى مطمن عليكي. ربنا يزيده من نعيمه. امين. ربنا يكرمه. امين. ربنا يديله الصحه وفي شر العايه. امين يا رب يخليه. خلاص ياما. ايه ياما؟ احنا هنشحت على الراجل في الحاره ياما. تعالى. ايه ياما؟ قرب. ياما عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ قرب. ايه ده؟ قرب. ايه ده ياما؟ بتعملي ايه ياما؟ بس وهادي اقعد ساكت. ايه؟ تعال عايزاه. ايه ده مش كده ياما؟ ياما مش كده ياما. بس عايز بقول لك ايه، حاجلك على وشك ياما. ما تنرفز ياما، مش كده ياما، احنا في الحته ياما مش كده، ما تفتشنيش قدام الناس. اقعد ساكت ياما. بتعملي ايه ياما؟ مش كده بس اخرس. طب انت عايزه ايه؟ اشوف انت مخسر منهم كام. يا دي ظنك السوي اللي مش هخلص منه ده. انا مش هخلص من ظنك السوي ده ياما. ايوه انتم ياما. انت عايزه ايه مني؟ وبعدين انا لو عايزه خنصر يعني، ما انا ما كنتش قلت لك عليهم من الاول وكنت خدتهم كلهم. بقول لك ايه يا عبد الجليل؟ ايه؟ خد. ليه ياما؟ انت مسافر ينفعوك في السفر يعني. امك انا كده مبسوطه، انا عايشه اخبط عليها اقول لهم لقمه واكل وكده هبقى مبسوطه. ربنا يخليكي ليا ياما، ربنا يخليكي ليا يا رب. اسمع يا عبد الجليل. مأمور ياما. خير في سلامة وسلامة في خير يعني امك. عظمة ياما. اوعى تتغابى على المعلم بتاعك. حاضر. إذا قال لك شيمين حاضر ياسطا. شيمين ياما. قال لك يمال حاضر ياسطا. يمال ياما. كل حاجة حاضر ياسطا، حاضر ياسطا. أما هو 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 مين اللوسطة اللي أنت بتتكلمي عليه ده؟ البيه السمح اللي كان عندنا في البيت لما البيت وقع عليه انا وهو. ياما هو ده ياما؟ هو ده اسطى ياما ولا ياما؟ ده ناجي بيه عطالله. عطالله؟ ايوه. ده مالوش زيه خالص. مالوش زيه خالص. بقول لك ايه يا عبد الجليل؟ ايه؟ خد. ليه ياما؟ انت مسافر ينفعوك في السفر يعني. امك انا كده مبسوطه، انا عايشه اخبط عليها اقول لهم لقمه واكل وكده هبقى مبسوطه. ربنا يخليكي ليا ياما، ربنا يخليكي ليا يا رب. اسمع يا عبد الجليل. مأمور ياما. خير في سلامه وسلامه في خير يعني امك. عظمه ياما. اوعى تتغابى على المعلم بتاعك. حاضر. اذا قال لك شيمين حاضر ياسطا. شيمين ياما. قال لك يمال حاضر ياسطا. يمال ياما. كل حاجة حاضر ياسطا، حاضر ياسطا. أما هو 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 مين اللوسطة اللي أنت بتتكلمي عليه ده؟ البيه السمح اللي كان عندنا في البيت لما البيت وقع عليه أنا وهو. ياما هو ده ياما؟ هو ده اسطى ياما ولا ياما؟ ده ناجي بيه عطالله. عطالله؟ ايوه. ده مالوش زيه خالص. مالوش زيه خالص. صباح الخير يا باشا.
بلا مع السلامة. كنت بتعيط ليه؟ بس دي أول مرة أسيب أبويا لوحده. صعبان عليا أوي يا بيتش. خلي بالك منها، انت قعدتني، انت راجل بيت دلوقتي. هتوحشني قوي يا زهير، هتوحشني قوي، حتى كمان مفيش تليفون. معلش يا رب، اقل من شهر ان شاء الله وهرجع على طول. ربنا يجيبك بالسلامة يا ابني، ربنا يجيبك بالسلامة. السلام. اللهم سدد خطانا ووفقنا إلى ما نحن مقبلون عليه. آمين. الظاهر البشاري الحلوة جاتنا جبيه. كلامك حلو يا شيخ حسن. مالك الزاهر؟ لا لا، قصدي أول مرة أسيب فيها أمي. بس أنا أجيب باشا، ما واحد بيعيط على أبوه والتاني بيعيط على أمه. تلم نفسك يا إبراهيم، مش ناقصك من أولها. بس بقى ما تتلم. يلا اتلميت يا باشا. الملاه في السعد. بقولك البشاري الحلوة جت. والله زي ما بقول لك كده يا ناجي. جت إزاي يا شيخ حسن؟ شفت منام ليلة إمبارح. شفت يا شيخ حسن؟ شفت خير، اللهم اجعله خير. قال إيه؟ إحنا كلنا زي ما إحنا كده، لابسين أبيض في أبيض وماشيين في حديقة غناء وارفة الأشجار، نجري ونلعب ونلهو، ومن فوقنا الطيور والفراشات تتطير وترفرف وتهفف. الله الله يا شيخ حسن، الله. وده معناه يا شيخ حسن؟ إن موعدنا الجنة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أمواتا؟ شيخ حسن، هو انت بالنسبة للمنام عندك يعني يبقى كله في الآخرة؟ ما فيش حاجة في الدنيا؟ ايه اللي أخره؟ احنا مش معانا 8؟ الغيب حجته معاه. اهو جه اهو يا باشا. امسك. لا مؤاخذة يا باشا، أنا عارف إنك زعلان مني، بس صدقني أنا قاعد مستني حضرتك بالفجرية، وأول ما الميعاد هبق أمي اتشكلت في الحتة، سلبت أمي من الخناقة وجيت لحضرتك جري. أنا مواعيدي ما فيهاش هزار يا عبد الجليل. عارف يا باشا، بس أعمل إيه بقى في الولاية أم ثابت؟ دلقت على أمي جاردة المية وسخة، أمي بقى ما سكتتش، قامت طالعة جايباها من شعرها بقميص النوم ومسحت بيها المنطقة، والراجل بقى الراجل هو جوز الولاية أم ثابت ده نزل قال إيه عرض لنا في صوته ويفتح لنا صدره، ما أنت عارفه يا باشا. عارف مين؟ جوز الولاية أم ثابت. جوز الولاية أم ثابت مين؟ مسعد. مسعد مين؟ مسعد يا باشا، مسعد. فاكر حضرتك لما مؤاخذة لما جيت لنا البيت كان في راجل في الشباك اللي قابلنا عمال يكارك؟ يكارك؟ اه يكارك. والولاية أم ثابت رمت على أمك مية وسخة ليه؟ أصلها مرة كيادة، مرة كيادة يا باشا، بتكيد أمي عشان إحنا بيتنا وقع وهي بتبات في الشارع وهي بيتها لسه سليم، بس يمين بالله أنا بتراه واحد في حتة البيت ده أجيبه أرض أرض، ولعلمك يا باشا أنا أمي عملت معاها الصح هي وجوزها مسعد. أنت هتقلب دماغي؟ أنا مال أنا ومال أمك وأم ثابت ومسعد؟ المهم وصلت الحاجة اللي أنا بعتها معاك؟ وصلت يا كبير، وصلت. اطلع إبراهيم. أنا أروح فين إن شاء الله؟ بورسعيد. إيه ده باشا؟ هو أنت مش كنت قلت لي إن إحنا هنهبق على بنك في إسرائيل؟ آه. إيه إسرائيل احتلت بورسعيد؟
يا جدعان حد يكلمه. حد يكلمه. خلاص. بدل ما اغلط فيه. انا اسف يا باشا، انا اسف كبير. اطلع يا ابراهيم. بقول لك يا زميكي، هو الكبير زعل ولا ايه؟ يا لوم يا لوم يا لوم. القناعة كنز لا يفنى، هو بنك واحد كفاية، ها؟ نسرقه وبارك الله فيما رزق. الله يشرح حسن، اللهم بارك فيك. تعرفوا احنا رايحين نسرق البنك ده بالذات ليه؟ يا باشا اتكل على الله، ليه ايه؟ ده سؤال رزق وربنا بعته لنا وصحبة حلوة. وبيني وبينك الواحد كان محتاج يغير جو من زمان. أنت ليه يا إبراهيم محسسني كده إن احنا طالعين رحلة؟ واخد المسألة ببساطة ورايق قوي. احنا داخلين على عملية خطيرة، عملية شبه انتحارية، أي خطأ قد كده ممكن يودينا في داهية. فاهم يا إبراهيم؟ فاهم يا باشا. يكفينا ثوابا يا باشا أن سنغزو أعدائنا في عقر دارهم حتى لو متنا. متنا؟ متنا إيه؟ متنا إيه؟ حرام عليك يا شيخ حسن، فضل الله على فعلك. وأنت عبد الجليل؟ بص يا كبير، أنا بدل ما أهبق على الحتة عندنا وأقعد أبطك على العيال، إحنا نهبق على الناس المفترية دي. هما أولى. وأنت تهامي؟ أنا جعان يا باشا، وأنا لما بجوع ما بعرفش أفكر. إنما سيادتك ما قلتلناش يا باشا، إشمعنى البنك ده بالذات اللي هنسرقه؟ اليهود احتلوا فلسطين بعد ما عملوا مجازر وطردوا أهلها الشرعيين. خد بالك، قال إيه بقى حجتهم في دي؟ إنهم كانوا في الحتة دي من 3000 سنة، قعدولهم شوية وهم هناك. خد بالك، بعد الحرب العالمية الثانية إسرائيل طلبت ألمانيا بمليارات تعويض على اللي عمله هتلر في اليهود، ومحدش يتكلم. الألمان دفعوا لهم ولسه بيدفعوا لهم لغاية دلوقتي، واليهود يقول لك إيه؟ ده حقنا. بعد كده اتدوروا على سويسرا، إيه بقى؟ قال لك إحنا جدودنا كانوا حاطين فلوس في بنوك سويسرا أيام الحرب، إحنا عايزين الفلوس دي. خدوا من سويسرا مليارات وقالوا ده حقنا،
ومحدش يتكلم. احنا كمان من حقنا ناخد حقنا. يا نجيبيه الحق لا يموت ابدا. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. يا امين يا امين يا امين. ايوه بس احنا لينا حق عندهم يا باشا. امال ايه؟ بني اسرائيل لما خرجوا من مصر خدوا معاهم ذهب وفضه ونحاس بما يساوي مليارات دلوقتي. يا ولاد الحراميه، اتاري سعر الحديد ولع في مصر. بنك اليومي اللي احنا حنصته عليه فيه ما لا يقل عن نص مليار دولار. فضل ونعمه نجبيه، بارك الله في القليل. الفلوس دي جزء من المعونه الامريكيه العسكريه اللي اسرائيل بتدفع منها مرتبات الجيش الاسرائيلي. الجيش الاسرائيلي اللي دمر غزه ودمر الجنوب وقتل المدنيين. الفلوس دي هناخدها من هناك ونجيبها هنا في مصر، وكل واحد هياخد نصيبه، وزي ما روحنا زي ما جينا. يا امين يا امين يا امين يا امين. بقول لك ايه يا ابني، ما تشوفوا لي امين ده راح فين؟ الست صوتها بتنبح من الصبح. سيبك منها يا باشا، الست دي دماغها مش مظبوطه. بس يا باشا مش كان كفايه اربعه عشان يقوموا بالعمليه دي؟ على الاقل كده كان كل واحد خد له 125 مقفولين. على النعمه يا باشا، الواد ده طماع وزباله، ولو جه معانا العمليه دي هتفشل. ما بلاش انت تتكلم عن الفشل يا ابو نطه. انا بقول طالما احنا مش متفقين مع بعض كده روحوا انتوا وانا اروح. اخرس ياض، انت هو محدش له قرار في الموضوع ده غيري. فمين؟ تسهيل يا باشا. يا دي النور يا دي النور، اتاري بورسعيد منوره يا جدعان. ازيك يا ناجي بيه؟ ازيك يا ناس فرج؟ اقعد. منورين يا شباب. حماد، المشاريب دي عندي ما تحسبش البهوات على حاجه. احنا مش جايين نغرمك يا ريس فرج. ده من بعد خيرك يا ناجي بيه. عملتني ايه في الفيلا اللي قلت لك عليها؟ الاولاد بقالهم يومين ما ناموش، نفسهم يناموا. انا بس عايز اعرف انت ليه مصمم على بور فؤاد؟ ما بورسعيد مليانه فيلل وشقق وعلى البحر واخر الاجه. يا سيدي هو انت اللي هتسكن ولا انا؟ انا عايزها بور فؤاد. خلاص ما تزعلش يا ناجي بيه، انا عامل عليك سعرها حرق شويه. انا كلمتك في السعر؟ انا ناقشتك في سعر خالص. خلاص 10 دقايق على ما نشربوا الشاي، الواد يجيب المفاتيح ويجي. 10 دقايق العيال هيناموا على روحهم. خلاص يجوا يريحوا عندي في البيت. يريحوا عندك في البيت؟ بقى كل دول هيريحوا عندك في البيت؟ يا امين يا امين يا فرج، هو امين لسه ما جاش؟ لسه لسه يا ام امين، خشي نام انت ولما يجي انا هندي عليك. اديني قاعده مستنياه لحسن يجي يلاقيني نايمه، ما يرضاش يصحيني. يا ست خشي نام انت، قلت لك اول ما يجي انا هندي عليك. انا مش جاي لي نوم، الواد وحشني. مسكينه الست دي يا ناجي بيه. الاهواجي بيقول ان مخها ضارب. قطع لسانه، هو في بورسعيد كلها زي ام امين؟ دي عقلها يوزن بلد، دي ست كمل وتوزن 10 رجاله. طب وامين سايبها كده ليه؟ امين مش جاي تاني يا باشا. ليه؟ امين مات من 5 سنين. امال هي بتندى على مين؟ بتندى على امين. انت مش قلت امين مات؟ امين كان شغال في البوليس على الحدود، وفي يوم جاله عيار من الاسرائيليين خلص عليه. انا فاكر حاجه زي كده، حتى الاسرائيليين قالوا ان عيار طايش واعتذروا، واحنا قبلنا الاعتذار. ام امين ما قبلتوش ولا صدقت ان امين مات، لا حضرت الجنازه ولا الدفنه ولا حتى عيطت عليه، وفضلت مستنيه في البلكونه كده قاعده على الامل ده. امال هي بتصرف منين؟ المحافظه عملت لها قرشين وبتاخد المعاش بتاع امين، بس ما بتصرفش منه، بتحوشه له في البوسطه، عايزه اتجوزه بيه. خير يا حاجة. مين حضرتك؟ أنا ناجي عطلة، القائد بتاع أمين ابني. اتفضل يا سعادة الباشا، اتفضل اتفضل حضرتك. أهلا وسهلا
اهلا وسهلا. والنبي يا بيه، امين بقاله كتير قوي ما نزلش، وحشني وحشني قوي يا بيه. يا ريت حضرتك تديله اجازه 48 ساعه، لا لا 24 ساعه، اشوفه بس ويرجع لكم تاني. تعرف يا حاج احنا معتمدين على امين قد ايه، ده الراجل ما فيش زيه، حتى كمان هو اترقى دلوقتي. ربنا يخليك يا سعاده الباشا، ربنا يخليك. والنبي ده امين هيفرح قوي لما احكي له على الكلام الحلو اللي انت قلته عليه. انا بس مش عايزك تقلقي عليه، امين في مهمه عظيمه وان شاء الله ربنا هيوفقه فيها. انا جاي لك يا حاجه بنفسي عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه، انا بلغني انك انت ما بتناميش وقلقان عليه. طمني، امين زي الفل، نامي نامي واستريحي يا حاج. الحاجه الثانيه، هو بعت لك المبلغ ده، عايزك توضبي البيت وتجيبي كل حاجه نفسك فيها، وان شاء الله كل شهر هيبعت لك مبلغ زيه. ربنا يخليك يا سعاده الباشا. هو امين ساب الداخليه؟ لا، انما هو دلوقتي بعثه، بعثه جميله جميله جدا، وربنا غناه، مش محتاج حاجه. عيش انت، عيش وانبسطي عشان هو كمان يبقى مبسوط. ربنا يخليك يا سعاده الباشا، ربنا ما يحرمناش منك ابدا. دلوقتي بقى تخشي تنامي وتريحي جتتك وتنبسطي، مش خلاص اطمنتي؟ هو امين هيجي امتى؟ قريب قريب ان شاء الله. السلام عليكم. 5 6 7 ثمانية، اصحى زاهر. 9 10، من الأول تاني. 1 2 3 4 5، افرد ظهرك يا شيخ حسن. 6 7 8 9 10، اصحى. يلا كمان مرة. 1 We'll be right back.
يا رب حتى الفلوس اللي هنسرقها هنتعب فيها واحنا داخلين بطولة العالم في سرقة البنوك. يا اخي حل القرشين اللي جايين لك دول، ده مفيش احلى واطعم من القرش اللي جاي من الشقة. يا جماعه والنبي 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 حد يكلمني ناجي بيه، انا بتاع كمبيوتر، انا لا بتاع جاري ولا بتاع رياضه، انا كنت بنهج وانا بطلع على السلم. We'll be right back.
انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا يا كبير ابدا، دي تكويعه بس كده ساعه التقيله. تكويعه؟ ده انتوا السابع نومه. تعال عبد الجليل عايزك. خدامك يا كبير. كمل له التمرين. فاكر يا عبد الجليل لما كنت في الحبس الانفرادي؟ يا باشا، بس بصراحه ربنا لا عاد ايام وكنت بتهرب من الحبس الانفرادي. بس البركه في ربنا ثم سعادتك، لولا حضرتك كان زماني لغايه دلوقتي مرمي في السجن. انت كنت بتقطع القضبان بتاع الشباك بتاع الزنزانه وتخرج، نفسي اعرف ازاي. بص يا باشا، لا مؤاخذه لا يفل الحديد الا الحديد، وانا المبرد ده ما بيفارقنيش. ما تستقلش بيها يا باشا، ده الماني ما فيش زيه من دول. يعني انت كنت بتقطع قضبان الزنزانه من البتاع دي؟ ما لا مؤاخذه يا باشا، برضه صنعه وليها سرها، وبعدين مش كل ما مسك المبرد يعني. وكان بياخد منك وقت قد ايه؟ ساعة زمن. ولو انا عايزه اقل من كده؟ يبقى الكلام ده ما ينفعش، وعايزين عده احسن. حتى لو كان ده القضيب اللي انت هتقطعه؟ بص يا كبير، لما اقصى حته الحديده دي حديده نظيفه وما ينفعش معاها الكلام الفارغ ده، لكن انا عندي الدواء كده. احنا يلزمنا منشار حدادي الماني كهربائي. ده ينفع؟ هو ده يا كبير، عظمه على عظمه، هو ده يا معلم. انا عايزك تقطع لي القضيب ده 30 حته. حاضر. من غير ما اسمع صوت المنشار. عينيا. والعمليه دي ما تاخدش منك اكتر من 5 دقايق. ماشي. ومن هنا ورايح كل يوم، ما وراكش شغلانه غير كده. حاضر. اتفضل. اسمع. نعم يا كبير. مش عايز حد من زمالك يعرف انت بتعمل ايه، ولا انا كلفتك بايه. حاضر. عن اذنك يا كبير. انا نفسي افهم اشمعنى عبد الجليل هو الوحيد اللي مريح. حد فيكم يفهمني؟ ده جه خده من وسطنا وشفناش وشه بعد كده. خليك في حالك يا ابراهيم، الباشا قال ما نسالش على حد. يا عم انا عاوز افهم. اشتغلوا بنص علينا، بنص علينا يا شيخ حسن. افندم. تعال عايزك. تحت امرك يا باشا. اتفضل. هيقعد يسحبهم واحد ورا التاني واحنا هنقعد نقضيها جري. تصدق عندك حق، الموضوع زاد عن حده. بيبص بيبص بيبص. قنبلة. قنبلة ايه يا سعادة الباشا؟ ما انت سعادتك عارف اني بطلت الحاجات دي من زمان. ده انا حتى بطلت على يد سعادتك وتبته لله. اسمع يا شيخ حسن، احنا اتفقنا ما حدش يسأل ولا حد يقول لا. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. وانا ما اقدرش اقول لك لا يا سعادة الباشا. شوف يا شيخ حسن، احنا مش هنموت حد. انا عايز منك تعمل لي قنبلة صوتها مرعب، نارها عالية، تحسسك ان احنا في يوم القيامة، بس بشرط مفيش شظية منها تطلع تأذي حد، زي الحاجات اللي بيعملوها في السيبة دي. اذا كان على كده يا سعادة الباشا فانا تحت امرك، بس انا ليا طلبات. اكتب لي اللي انت عايزه وانا هجيبه لك، بس انا عايز حجمها ما يزيدش عن حجم علبة السجاير. هنجربها مرة واتنين وتلاتة لغاية انت ما تقول خلاص. مفهوم؟ مفهوم يا سعادة الباشا. بتشيل كام لغايه دلوقتي؟ 180 كيلو يا باشا. بتجري بيهم؟ بصراحه ما جربتش يا باشا، بس هي صعبه شويه. لا لازم تجري بيهم، حاول استمر. حاضر يا باشا. ايه يا حسام؟ يا باشا نطيت كام؟ 7 متر 60. لا لازم يتكسر ان شاء الله يا باشا، النهارده احسن من امبارح.
طب تعمل ايه يعني؟ تتمرن. تتمرن اه. طب تعال عايز اشي. امشي قدامك ماشي. ايه شد عيالكم يا رجاله. لا ده مطنشني قاصد يا جماعه، انتوا شفتوا بص لي ازاي؟ كل شويه يجي يبص لي ويدور وشه ويمشي. هو انا نازل احتياطي في العمليه دي ولا ايه؟ حاجه غريبه. يا ابراهيم الله اكبر، اللهم صل على النبي. اخيرا حسيت بيا يا باشا، ده انا بقالي اسبوع مستني الندهه دي. طالع لك هوا. هو انا بقول لك تعالى يا باشا؟ ما انت كل اللي بتندهله بيطلع لك. اشتغل وركز في شغلك وعد عليها في المكتب بعد العشاء بالليل. حاضر يا باشا. بالليل؟ ده انا بنام طول الليل من كتر الجري طول النهار. بالليل ايه؟ يا توامي بتشيل كام لغايه دلوقتي؟ 180 كيلو يا باشا. بتجري بيهم؟ بصراحه ما جربتش يا باشا، بس هي صعبه شويه. لا لازم تجري بيهم، حاول استمر. حاضر يا باشا. ايه يا حسام؟ يا باشا نطيت كام؟ 7 متر 60. لا لازم يتكسر ان شاء الله يا باشا، النهارده احسن من امبارح. تعمل ايه يعني كده؟ تتمرن. تتمرن اه. طب تعال عايز اشي. امشي قدامي ماشي. ها شد عيالكم يا رجاله. لا ده مطنشني قاصد يا جماعه، انتوا شفتوا بص لي ازاي؟ كل شويه يجي يبص لي ويدور وشه ويمشي. هو انا نازل احتياطي في العمليه دي ولا ايه؟ حاجه غريبه. يا ابراهيم الله اكبر، اللهم صل على النبي. اخيرا حسيت بيا يا باشا، ده انا بقالي اسبوع مستني الندهه دي. طالع لك هوا. هو انا بقول لك تعالى يا باشا؟ ما انت كل اللي بتندهله بيطلع لك. اشتغل وركز في شغلك وعد عليها في المكتب بعد العشاء بالليل. حاضر يا باشا. بالليل؟ ده انا بنام طول الليل من كتر الجري طول النهار. بالليل ايه؟ تعال يا ابراهيم. لا 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 فوق كده وصحصح معايا يا باشا. ما احنا بنصحى من 5 الصبح ومقضيناها جري ونط وبهدله. هو احنا هنسرق بنك ولا هنروح نلعب الجزائر؟ طب اقعد يا ابراهيم اقعد. بص انا عارف انك انت بتتكلم عبري كويس، انا عايزك تحفظ الكام صفحه دول زي اسمك. وده سيدي في طريقة النطق بتاعتهم الصح. من دلوقتي مش عايزك تتكلم ولا كلمة عربي. اصحى معايا، انت بتنام وانت قاعد. يا باشا انا معاك. انا عارف الكلام ده كله يا باشا. انا كنت شغال ليل نهار معاهم في شرم، وكمان كنت بروح اجيب افواج من تل ابيب واجي تاني. ما تقلقش انت بس. انما احنا ان شاء الله هنبدا العملية امتى؟ العملية هتبتدي لما انا احدد. اتفضل. يزيد فضلك يا باشا. اتفضل قوم، مش اتفضل نام. تعالى رايح فين؟ خد الحاجات دي. بتاخد ايه؟ خد البيت ده. النبي ما تقلق، ربنا معانا ان شاء الله. We'll be right back.
يا أولاد العملية هتبتدي النهاردة. تعالوا لي جوه بعد ربع ساعة. بصوا بقى، أنا عايزكم تركزوا معايا قوي في كل كلمة هقولها. ده بنك اليو أمي، ده أكبر بنك في تل أبيب. البنك ده ملوش غير مدخل عمومي واحد، عليه كاميرتين مراقبة وتصوير، غير أفراد الأمن اللي بره وعربيتين شرطة، دول موجودين 24 ساعة. البنك ده من جوه عبارة عن 3 أدوار، كل دور فيه 6 كاميرات مراقبة وتسجيل بتمسح الطرقة فتفوتة فتفوتة، يعني لو في نملة في آخر الطرقة ترصدها برضه. كل اللي بتصوره الكاميرات بيظهر في غرفة التحكم اللي موجودة في الدور الثاني. غرفة التحكم دي فيها 4 أفراد مراقبة، دول برضه بيقعدوا 24 ساعة. في الدور الثالث فيه طرقة طويلة هنمشي فيها، هنلاقي أسانسير في وشنا، هنركب الأسانسير هينزلنا في الدور الأرضي، وده أهم دور بالنسبة لنا. ليه يا باشا؟ لأن الدور ده فيه الطرقة الطويلة اللي هتوصلنا للخزنة اللي فيها الفلوس. بس هنا في مشكلة. إيه هي يا باشا؟ الطرقة اللي هنعدي منها أولها باب حديد إلكتروني له شفرة خاصة عشان يتفتح، بس برضه مش ده المشكلة. ما المشكلة فيها يا باشا؟ الباب ده بعد ما يتقفل بتظهر شبكة كبيرة من أشعة الليزر المميتة. الشبكة دي تبتدي تتحرك في اتجاه الشخص اللي داخل من الباب، كنوع من الحماية ضد أي شخص يحاول يخش مكان الخزينة. أشعة الليزر دي أشعة قاتلة بتحرق أي حد تلمسه، فظيعة. أيوة أنا جبيه، بس إحنا هنعمل إيه؟ أقصد يعني هنوصل للخزنة دي إزاي؟ أنا أديت لزاهر سيدي عليه السيستم الأمني بتاع البنك، وهو درسه كويس، وهو اللي هيفك لنا الشفرات الخاصة بتاعت أجهزة المراقبة، وهيبطل لنا مفعول الليزر. طب معلش يا باشا سؤال، هو احنا ازاي هنعدي من الباب الحديد اللي قدام الخزنة ده؟ أمال عبد الجليل كان بيتمرن على إيه؟ عبد الجليل دلوقتي ما شاء الله ما فيش أي قضبان حديد تقف قصاده، حتى لو فولاذ وفي أقل وقت ممكن. الفلوس هنحطها في شنط، كل واحد منكم هشيل شنطتين، والتهامي هشيل الباقي. تهامي ما شاء الله بيشيل دلوقتي 180 كيلو بيجري بيهم اكنه مش شايل حاجه. احنا هنخش البنك ده امتى يا باشا؟ وازاي اصلا هنخشه بعد كل اجراءات الامن اللي سيادتك قلت لنا عليها دي؟ امتى؟ بكره بالليل عشان بيبقى السبت، تل ابيب بتبقى فاضيه. ازاي؟ في مبنى قدام البنك بتاعنا، ده مبنى اداري وسكني، الادوار الاولانيه بتبقى مكاتب وادارات، الأدوار الأخيرة بتبقى شقق. إحنا هنقعد في الشقة من دول لحد نص الليل ونبدأ العملية. هنطلع من السلم لغاية السطوح، وهنا بقى تيجي مهمتك يا حسام. مهمتي؟ في ساري علم بارز من مبنى البنك مواجه للسطوح بتاع المبنى السكني اللي إحنا هنكون واقفين عليه. المسافة بينهم 8 متر، وأنت دلوقتي ما شاء الله بتنطهم بسهولة. كل اللي مطلوب منك انك انت هتنط من السطوح بتاع المبنى السكني لمبنى البنك. تهامي هيرمي لك حبل في نهايته خطاف، انت هتربط الخطاف ده في عمود حديد فوق السطح بتاع البنك. احنا من الناحيه التانيه هنربط الحبل في عمود حديد برضو فوق السطح اللي احنا فيه، وهنعدي لك. لا مؤاخذة يا باشا، يعني احنا هنهبق على البنك ده منين في الاخر؟ احنا هنخش من الباب الالكتروني بتاع السطوح، وده هيودينا للسلالم الداخلية بتاعت البنك. الشفرة بتاعت باب الإلكتروني موجودة مع زاهر على السي دي.
طب افرض يا باشا ان حد شافنا واحنا بنعدي. المبنى ده موجود بعد مبنى البنك بحوالي 4 عمارات في اخر الشارع، هو لسه تحت الانشاء، هنرمي فيه قنبله هيعملها لنا الشيخ حسن. القنبله دي معموله من مواد بسيطه جدا، طبعا احنا مش هنقدر ناخد القنبله دي معانا، انما لما هنحتاج لها الشيخ حسن هيعملها لنا في اقل من 10 دقايق، مش كده يا شيخ حسن؟ وفي اقل من كده ان شاء الله يا باشا. الامن والبوليس طبعا هيجروا ناحيه انفجار في الوقت اللي احنا هنبقى فيه جوه البنك. هو مين اللي هيرمي القنبله يا باشا؟ انت يا ابراهيم. انا خريج اداب. ما تخافش يا ابراهيم، المساله بمنتهى البساطه. تخيل انك انت ماشي في الشارع وعايز تشرب سيجاره، طلعت علبه السجاير بتاعتك ما لقيتش فيها غير سيجاره واحده، هتاخد السيجاره وهتروح مطوح علبه السجاير بعيد عنك، في حاجه دي؟ ما هي علبه السجاير دي هي القنبله. طب على خيره الله. امال حضرتك قلت لي ليه لازم اتكلم عبري كويس؟ عشان انت هتكون ماشي في الشارع، اي حد يسالك سؤال كده يكلمك كلمه كده لازم ترد عليه بمنتهى الثقه والثبات، عشان ما يشكش انك انت مش من اهل البلد. فهمت يا ابراهيم؟ فهمت يا باشا. معلش يا باشا بس اخر سؤال دلوقتي، احنا بعد ما هنعدي من سطوح العماره لسطوح البنك اللي المسافه بينهم 8 متر وننزل البنك اللي مليان كاميرات مراقبه ونعدي من الطرقه اللي مليانه ليزر بيموت ونخش من باب الخزنه الفولاذي الحديد، وبعد ما نخرج من البنك بكل الشنط دي اللي قدامه حراسة مشددة في أم الليلة السودة دي، هنرجع مصر عادي؟ هنرجع إبراهيم، هنرجع. ربنا يوفقنا إن شاء الله. إحنا هنمشي دلوقتي، يلا بينا. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيه، منورين العريش يا شباب، ايه الجمال دي؟ نهارنا قشطة بالحليب. صباح الفل يا راس فرج، وحياتك يا ابو، خد العربية دي معاك وانت نازل، سيبها لنا في الفيلا اللي كنا فيها. من عينيا، اتفضل. أنا أجرت لك أنظف عربية في العريش، وسواق عاقل، يمشي بيك تحس إنه مش ماشي. واد يا سليم. أيوه يا بيه. أنا قلت لك هتاخد الزباين دول توديهم على فين؟ على رفح. عند أبو موسى، ما تسيبهمش غير قدام باب البيت عشان هم حبايب. فاهم؟ فاهم. اجري هات العربية. حاضر يا بيه. النبي ما تعمل كده، النبي يا ناجي بيه ما تعمل كده، احنا بنخدم محبة وحياة النعمة الشريفة.
انت من سينا يا سليم؟ ايوه يا بيه. يعني تعرف ابو موسى؟ ومين ما يعرف ابو موسى يا بيه؟ اخباره ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. ايش الشباب هدول كلهم رايحين غزه؟ اصل احنا رايحين نجيب بضاعه وراجعين اخر الليل. يعني غريبه هذه. ايه الغريب اللي فيها؟ الناس بتاخد بضاعه من هنا بتوديها هناك. اول مره اشوف حد يسافر ياخد بضاعه من هناك ويجيبها هني. لا اصلا مش بضاعه بضاعه، هم لينا قرشين عند ناس رايحين نجيبهم. يعني زين هاجبك بيطني قد. ايش انتوا يهود؟ يهود ايه؟ يهود ازاي؟ احنا مصريين والباسبورتات اهي. اهو الباسبورتات اهي. مصري يعني؟ مش ما فيش حاجه. اصل الواد ابراهيم ده يحب يعمل مقالب. ده ابراهيم، ما تتكلم يا ابراهيم. ده انا بقول ان السواق سواقته ممتعه جدا وانه كيوت. انه ايه؟ كيوت. طب بص يا باشا، كيوت ولا مش كيوت؟ كيوت. ها؟ لا كيوت. كيوت. اطلع سولو، اطلع. لا كيوت اصلي. يلا سولو، انت كيوت يا سولو. اطلع. رخصك. ناجي عطا الله، عميد سابق وملحق ثابت بالخارجية. على فين يا ناجي بيه؟ رايحين نحضر فرح عقبال اولادك. فرح مين؟ فرح بنت ابو موسى في رفحه. ودول مين؟ دول الفرقه اللي هتعمل زفه وتهيص في الفرح. نقطه للعروسه يعني. اتفضل. اتفضل يا نجيبين. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله. عريسنا ازاي نجح ليله الحلوه عروسته حلوه وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله. عرسنا ازاي نجح ليله العين وعروسته حلوه وجميله. يا هلا يا حي الله يا حي الله ورحب. ازيك ابو موسى؟ الحمد لله يا ناجي بيك. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. العليم الله انكم شرفتونا، والوجوه هذه اللي معك ما شاء الله عليها طيبه، وجوه سعد وبشاره خير بعد. ربنا يتمم بخير ابو موسى. يما دي العروسه طالقه، الجمال السيناوي اللي على حق. انتوا شو تقول يا ولد؟ ايه لا ده انا قصدي يعني ملهاش اخت دي يا ابو موسى؟ ما تاخدش بالك يا ابو موسى، اصل الواد يحب يهزر يعني. انت جننت يا بتلاغي العروسه يا فرحه؟ كنت عاوز اعبر. لا تعبر ولا تبين، انت تقفل بقك خالص. بقول لك يا ابو موسى، ودي نهبق عليها ولا ايه؟ ايه خد يا ابو موسى دول 21,000 دولار. احنا سبعه في ثلاثه ب 21,000، وجواهم كمان النقطه بتاعتي للعروسه. يا سيدي مقبولات منك، بس الزوم بالاول تاخذون واجبكم من الضيافه، انتم ضيوفنا. لا 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 واجب ولا غيره. لا عندنا شغل. انت في الزحمه دي والليله الحلوه دي تاخدنا بالراحه لغايه ما تفتح لنا البوابه بتاعت النفق. يا سيدي على خاطرك. اللي تقول عنه هنا جبيك يصير بالحال ان شاء الله. اسمعوا يا الربع، اتفضلوا جوا البيت ارتاحون شوي
وغيروا له ثيابكم وبعدين نتوكل. شرفوا. النبي يا باشا، بعد ما نخلص الشغلانه دي على خير لا تجيبني هنا تاني. سايق عليك النبي يا شيخ. هيما عنده حق يا باشا، احنا لازم نرجع هنا تاني. انا شم ريحه خروف مشوي، ملوش حل يا باشا. يلا انت اهو، يلا. شرفوا. ايه ده يا ناجي بيه؟ مين كل دول؟ احنا فين؟ ده زي ما تقول موقف بني ادمين، يعني اللي هارب من حكم، اللي عامل لجوء سياسي، اللي طفشان من بلده، اللي طفشان من مراته. وكل دول هيعدوا معانا من النفق؟ والله يا ناجي بيه مثل ما انت شايف اليومين دول زحمة، زحمة بحيل. اه موسم. نعم. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. انما ايه الحاجات دي كلها يا ابو موسى؟ انا حاسس ان انا في قرية البضايع في المطار. بقول لك ايه يا ابو موسى؟ انت هتمشينا امتى؟ اوعى تكون هتمشينا بالدور. انا مش ممكن هستنى كل دول. انا متفق معاك على الميعاد. ها؟ طور روحك يا ناجي بيك. اصبر لما ابو شعلان ينطينا الاشارة. مين ابو شعلان ده يا باشا؟ ابو شعلان اللي بالطرف الثاني. اللي وده يفتح لكم بس تمرونا من النفق سالمين غانمين بعون الله. ما فهمتش ولا حاجه. ابو شعلان ده اللي في الضفه الثانيه من رفح تبع رفح الفلسطينيه. طب ابو شعلان ده عنده بنت حلوه برضو؟ انا بسال بس، يمكن يكون وشنا حلو عليه نروح نلاقيها بتتجوز يا رفح. الو يا حي ابو شعلان. يا هلا حياك الله. اسمع انا زعلان منك. اي زعلان منك وزعلان بحيل بعد. انت وينك يا رجال؟ وينك للحين؟ ليه ما جيت الفرح؟ ها؟ زين زين زين، ما يخالف عذرك مقبول. اسمع الشباب يجونك الحين. اي الحين يجونك. زين. هلا هلا هلا، تعال. يلا كل واحد ياخد ازازه ميه وازازه لبن وانبوبه اكسجين. هما مدينا ازازه ميه ليه يا ناجي بيه؟ عشان لو عطشت. طب مدينا ازازه لبن ليه يا ناجي بيه؟ عشان لو ما عطشتش. المؤاخذة يا باشا، هي الشيشة دي نظامها ايه؟ شيشة ايه؟ دي انبوبة اكسجين. اكسجين؟ ليه؟ هنلهم حاجة هناك؟ اسمع عادي تهوى، أنا مش عايز قلب الدماغ، زي ما أعمل تعمله بالظبط. احنا صدر جاهزين، يلا يلا بقى. لو صبر القاتل على المقتول. النور اهو زي الفل. فرح العمده تحت. النبي خف النور شويه يا ابو مسلم.
لا والنبي والنبي يا نجيب ما تخلوش يخف النور، ابوس ايدك. خلاص بلاش يا ابو موسى. حسام تمام يا باشا. ابراهيم 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 يلا انزل. يلا انزل. انا راجل غطاس، الموضوع ده تافه بالنسبه لي. حسام حسام انت فين يا حبيبي؟ شيخ حسن لن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طهامي انزل بالراحة، ها دفق متلصم، ما تدبش على الأرض. أمرك يا باشا. زاهر لا 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 بلاش انا والنبي النجيبين، بلاش انا والنبي، ده ضيق قوي، انا حاسس ان انا هتخنق تحت، انا عندي فوبيا من الاماكن المقفوله. الله اكبر يا باشمهندس، ما تهبق وتنزل. الله ده شكله حتى سرح وبارح. ده بركه الضحك اللي كان في امه. ده عدم عدم عدم. الله الله الله، ما تنزل يا باشا، دي شكلها سرحه وبارحه. طبعا ما هو ده بالنسبه للنفى اللي انت قاعد فيه انت وامك، ده يعتبر سويد. يلا زاهر بلاش فهمني، بلاش فهمني. يلا يلا امسك ايدي، امسك ايدي والقف معايا يا تهامي. انزل 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 انزل، ما تخافش انزل. تمام يا باشا. ان انتوا قلقانين، بس فكروا كده واحنا راجعين ومعانا الفلوس ومخلصين الشغلانه وكل واحد بيحقق الحلم اللي كان بيحلم بيه، اكيد احساسكم هيكون مختلف عن احساسكم دلوقتي. احنا هنرجع من نفس النفق ده باشا؟ طبعا. محدش فيكم يعني سالني انا ليه اخترت اللي احنا هنخرج من هنا ونرجع من هنا. والله يا باشا انا كنت عاوز اسالك السؤال ده، بس حضرتك مانع على اسئله. لا بالعكس، ده سؤال كويس. ربنا يكرمك. احنا لو كنا عدينا من المعبر بتاع الحكومه كان لازم يشوفوا الباسبورتات بتاعتنا ويثبتوا دخولنا. احنا دلوقتي لا خرجنا ولا دخلنا، دلوقتي احنا لسه بور فؤاد، ولا يمكن لاي حد يقدر يثبت ان احنا لينا علاقه بالموضوع. ايه المفهوميه دي يا كبير؟ عليا النعمه، ده انت دماغك تسع بدل الدنيا الف. انت يا ابني عايز تقنعني انك فاهم كلمه من كلام الباشا؟ لا. طب نقطنا بسكاتك بقى. ايوه يا باشا، بس النفق ده ممكن يقع علينا. يا زاهر يا حبيبي لازم تعرف ان انا اخترت النفق ده مش اعتباطي. ما الانفاق كتير بيعدونا بفلوس اقل من اللي احنا دفعناها لابو موسى. لما احقاقا للحق الراجل ده عامل النفق بضمير. بحاطط حبيبي مسلم. والله زين ما اخترت يا ريس، الغالي ثمنه فيه برضه. والنفق ده طوله قد ايه يا ناجي باشا؟ 9 كيلو. 9 كيلو؟ انتوا فاكرين في بور فؤاد لما كنت بمشيكم من الفيلا لغايه المعديه؟ كانت المسافه 18 كيلو. يعني المسافه دي نص بالظبط. بس ده كان على البحر يا ريس، مش في نفق لا مؤاخذه. انا مش عايزكم تفكروا ان احنا ماشيين في نفق. تخيلوا ان احنا ماشيين على البحر بنتفسح. ما بتعرفوش تتخيلوا؟ فاكرين لما كنت بقول لكم غمضوا عينيكم؟ يا سبحان الله يا سبحان الله، اهو الانسان مصيره في النهايه حفره زي دي. الانسان لو يتعز. افتكر لنا حاجه حلوه يا شيخ حسن، بقول لكم تمشوا على البحر. انا متخيل، والمصحف انا متخيل. متخيل ايه يا ابراهيم؟ انا في مارينا. الواد ده خياله عالي قوي، شايف ايه؟ ده انا شايف حته مزه ماشيه على البحر ولابسه مايو ابيض. ايه حكايه؟
استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هتسيب الراجل يتخيل يا شيخ حسن؟ هتخش له كمان في خياله؟ هو بيتمشى في مارينا، اتمشى انت في الحسين. يا نهار اسود. ايه في ايه؟ في ايه؟ لا اصل وانا بتخيل جوزها دخل علينا يا باشا. بقول لك يا باشا، الناس اللي احنا شفناهم عند ابو موسى دول ما شفناش فيهم مصريين خالص، ليه؟ المصريين قاعدين على القهاوي دلوقتي يا عبد الجليل. تعرف يا باشا، انا ناوي ان شاء الله اول ما ارجع مصر واخد نصيب من العمليه دي افتح مشروع كبير قوي، مشروع يلم كل الشباب اللي قاعدين على القهوه ليل ونهار. ما تنبرش فيها يا ابو نطه الله يكرمك، مش لما نخرج من النفق ده على خير. تاد رزل يالا، نطت فوقي في كل كلمه، ما تفكك مني يا ابراهيم. ما انا قريت لك حديث وانت رايح الاولمبياد بتقول انك هتهدي الميداليه لكل شباب مصر، وديك رجعت قفاك يا ام رئيس. اوه ده انت واد واطي قوي. عايز ايه يالا؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ ليه؟ الله على رسول الله. ايوه انت وهو. ايه؟ انتوا كنتوا؟ حد اتخانق جوه نفق؟ ابعد من هنا. خلاص يا حسام. خلاص يا حسام ايه ده فاشل؟ نجبي الحال، نجبي ايه مالك؟ الحال نجبي مش عارف اخد نفسي. ميه هتخنق، مفيش اكسجين. اديله شويه ميه. ميه ما تخافش ما تخافش ما تخافش، اشرب ميه. اشرب ميه بس اهدى. بص، طول ما في كهرباء في اكسجين، والكهرباء شغاله زي الفل قدامك اهي. الكهرباء قطعت يبقى مفيش اكسجين. نجبي الحالة نجبي. ايه مالك؟ الحالة نجبي مش عارف اخد نفسي. ميه هتخنق، مفيش اكسجين. اديله شويه ميه. ميه ما تخافش ما تخافش ما تخافش، اشرب ميه. اشرب ميه بس اهدى. بص، طول ما في كهرباء في اكسجين، والكهرباء شغاله زي الفل قدامك اهي. الكهرباء قطعت يبقى مفيش اكسجين. كل واحد يستعمل انبوبه الاكسجين اللي وراه. وانا اجيب له اكسجين. لازم بقى فيه اكسجين معانا كفايه، محدش ضامن الطريق. اشربوا لبن. لبن؟ وابو موسى بعد المصاريف دي كلها مش قادر يجيب جنريتور؟ زاهر اديله لبن، اديله لبن. لا لا مش عايز لبن، مش عايز لبن، انا عايز نسكافيه. عايز ايه؟ نسكافيه. نسكافيه؟ اجيب لك نسكافيه منين دلوقتي؟ اديله لبن. الاماكن المقفوله دي تخنيش نفسي. مقفوله ايه؟ ما الطريق واسع قدامك اهو مفتوح. اسمع وانت ماشي ما تبصش لا يمين ولا شمال. ها يا معين يا جبار يا رحمن يا رحيم، اللهم يا معين يا رحمن يا رحيم، اللهم فرج شدتنا. امين. يا بركه انت حق لك يا اما صورتني واد انت مؤاخذة كبير. مفيش في النفق هنا كنيف. ايه كنيف؟ دوره ميه اصلا مؤاخذة. صور دورة مية. انت فاكر نفسك في الشيرتون؟
بص امشي على طول واعملها في اي حته، بس اعملها على جنب، ما تعملهاش في نص السكه. يلا الواد ده لو فضل كده كتير النفع هيقع علينا. ايه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. الواد ده ينفع يشتغل في المطافي. ايه ده؟ الواد عبد الجليل ماله اتحرق كده ليه يا باشا؟ طبعا. مش فاقد ميه كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور النفا. الاخوه من مصر؟ ايوه احنا من مصر. مصر ده ام الدنيا كلها. الله يخليك. امال حضرتك منين؟ من السودان. احسن ناس. هي مصر والسودان ايه؟ ما هو واحد. اي خدمات؟ الله يخليك. بسلامه ان شاء الله. اتفضل اخويا، مع السلامه، مع الف سلامه. راجل طيب قوي. مين ده؟ ده الباك رايت بتاع الهلال يا باشا. ده الواد حموص غزله تغزيله. يا عبد الجليل، عبد الجليل، يلا بينا. بقول لك ايه يا كبير، النفق ده باين عليه بسم الله الرحمن الرحيم مسكون. مسكون ايه يا ابني؟ في ايه؟ مسكون بايه ان شاء الله؟ عليا النعمه وانا بفك لا مؤاخذه سنقتي لقيت عفريت طويل واسود قوي قام زرق من ورايا. ما هو جن ده كان حيشن من على الارض شيء. العفريت؟ اه. سلام خل من رب الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اخويا من مصر؟ نعم. اخويا من مصر؟ شوف يا اخي، المصري تعرف في اي حته. امال حضرتك منين؟ من اسطنبول. احسن ناس. ما هو مصر وتركيا ايه؟ ما هو واحد. في خدمات يمكن اقدمها لكم يا فندم؟ لا متشكرين خالص، تفضل. سلام يا فندم. مع السلامه. السلام، مع ألف سلامة. ما هو خايف من إيه؟ ناس رايحة وناس جاية، أنا حاسس إن أنا في شارع جامع الدول العربية الساعة 2 بالليل. يلا. مسدود، انا عارف ان انا هموت هنا، انا كنت حاسس من الاول. احنا مشينا اكتر من 9 كيلو، احنا تهنا. ها؟
هنعمل ايه دلوقتي بقى يا باشا؟ يا باشا ما فيش غير حل واحد، ان احنا ناخدها اسهل اول النافقه وبعدين نخبط على ابو موته لحد ما يفتح لنا. انت بتقول ايه؟ احنا معلناش اكسجين يكفي، يعني الكهرباء لو قطعت هموت هنا ومش هينفع نرجع تاني. احنا وصلنا لحد هنا بالعافيه. ما تكلم لنا ابو موسى يبعت لنا حد ياخدنا من الدفنه اللي احنا فيها دي. هتكلمه ازاي؟ ما فيش سيجنال هنا. احنا مشينا غلط، دخلنا نفق تاني، مفيش حل غير اننا نرجع. مش هنفضل واقفين كده نبص الحيطه سد. يلا نرجع. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيك. أبو شعلان أبو شعلان أبو شعلان أبو شعلان أبو شعلان أبو شعلان. نورتونا والله يا جماعة. الله الله يا ابو شعلان، كسم ايديك تجعله عمل على طول. الله يخليك. كفايه كده يا ابو شعلان، احنا مش جايين نكلفك هنا. يا ناجي بيك، مصر بلد الكرم والجود، والمثل بيقول جود بالموجود، وهذا كله من خيركم. الله يخليك. ما هو مصر وفلسطين ايه؟ ما هو واحد. اكيد. ليه ما بتاكل يا ناجي بيك؟ لا معلش، اصل انا طول ما انا بفكر ما بعرفش اكل. ممكن فنجان قهوة؟ على عيني وراسي، أحلى فنجان قهوة يعدل مزاجك. ربنا يخليك. طول عمري نفسي أتجوز واحدة فلسطينية، الجمال اللي مش موجود ده، تلاقي العيون مسحوبة والرمش قد كده. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. يا راجل الطعس، ده احنا لسه جايين دلوقتي من نفق كأنه التربة. يا شيخ حسن، وأنا بقول يا صاحب، أنا بقول أتجوز. أنا بعد اللي أنا شفته في النفق ده، أنا مش مصدق ده لسه عايش، أنا قطعت الخلف خالص. صحة وهنا يا شباب. محفظة. اتفضل يا ناجي بيك، اتفضل اعدل مزاجك. هي البلد مالها فاضية كده ليه يا ابو شعلان؟ الحقيقة يا ناجي بيك في مشكلة حصلت، اتفضل. والطريق هالحين مقفولة. امال احنا هنروح غزة ازاي؟ بالليل ان شاء الله لما تهدى الامور شوي حنروح غزة. بس هلا انتم منورينا والدار داركم. هي المشكلة بين مين ومين؟ بين جماعة فتح وجماعة حماس. وإيه سبب المشكلة؟ سبب بسيط جدا، واحد من جماعة فتح بيجوز ابنه، يعني عامل فرح، أجا لعنده واحد من بتوع حماس عشان يهنيه ويبارك له، قام فجر صاروخ بالفرح. صاروخ؟ صاروخ سكود ولا كاتيوشا؟ لا 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 يا ناجي بيك، صاروخ من هاللي بيفرقع بالفرح، لكن جماعة فتح اعتبروا إنه إيه؟ هي إهانة إلهم وحيخربوهم من الفرح. وجماعة حماس اعتبروا انه هذا الكلام مش مزبوط، بعدين الصاروخ يا ناجي بيك كان حيعمل حريقة بالفرح، لكن اللي حصل بعدين انه صار بينهم عركة كبيرة جدا. ربنا يهدي النفوس. امين يا رب العالمين. انا رح اقوم جيب لكم الشاي عن اذنكم. ربنا يخلف عليك ابو شعلان. بقول لك يا كبير، انا شايف ابو شعلان يعني بيقول لمؤاخذة حماس ولمؤاخذة فتح، انا لمؤاخذة ايه دول بالظبط؟ تعرفش مين حماس ومين فتح؟ لا يا باشا، ده صايت إعدادية، هيعرف منين ده؟ تعرف انت حسام؟ امال ايه يا باشا؟ ده انا مؤهل عالي، انت نسيت ولا ايه؟ انا بكالوريوس تربية رياضية. وبعدين في يا جدعان حد ما يعرفش حماس وفتح؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ شفتهم يا باشا في التلفزيون، قناة الجزيرة، الاتجاه المعاكس. كانوا جايبين اتنين قاعدين قصاد بعض كده والمذيع في النص. واحد فيهم كان بيتكلم بحماس، قام التاني اتفتح فيه. وشاي اتأخر ليه؟ وانت ابراهيم؟ لا يا باشا، انا بتفرج على ملك، ماليش انا في الجزيره. بقى محدش عارف حماس وفتح. انتوا مش عايشين في الدنيا. والنعمه الشريفه معدت علينا يا باشا. لازم تعرفوا ايه اللي بيحصل حواليكوا، لازم تفهموا كويس. وايه المشكله ما بينهم بالظبط يا باشا؟ المشكله ان دول مش طايقين دول، ودول واعيين مع دول، ودول عايزين يقلعوا دول ويركبوا على دول. راحوا دول ضربين في دول، دول يسكتوا؟ لا. المشكلة بين دول ودول جات على هوا دول، أمريكا وإسرائيل طبعاً
عايزين يوقعوا دول مع دول، مع انه دول نفسيهم واعين مع بعض لوحديهم من غير دول. واحنا في النهايه يهمنا ايه؟ يهمنا ان دول يبقوا مع دول. طب انا عندي سؤال يا باشا، احنا مع دول ولا مع دول؟ احنا شويه مع دول وشويه مع دول. من هنا الغزة قد ايه مش عليك؟ حوالي 20 كيلو يا ناجي بيك. لا تقلق حنوصل، الحاجة فاطمة عم تستنانا. على وين يا ابو شعلان؟ على بيت الحجة فاطمة بالشيخ عجلين. وين هوياتكم؟ الجماعة ضيوفنا، أمانة برقبتنا يا ابو مجاهد. على راسي يا ابو شعلان، أنا بعتذر لك، ما راح تقدر تمر بالسيارة اليوم، عندي تعليمات أمنية، ما في سيارة تمر من هون اليوم. إذا بدك توصل للحجة فاطمة راح تكون على رجليك إذا بتريد. على رجلينا؟ بس المسافة طويلة كثير ونحن مستعجلين، والجماعة وراهم شغل يا ابو مجاهد. هذه تعليمات يا ابو شعلان، وأنت سيد العارفين. هاي هي المخيمات. عشوائيات. هذا واحد من المسؤولين الكبار. مسؤول كبير، عشوائيات ومسؤول كبير. لكن هنا في مصر في وقفات احتجاجية؟ Thank you.
تعرف يا ناجي بيك، الحجة فاطمة مثل أمنا، البلد كلها بتحلف براسها. لما عرفت أنكم جايين انبسطت كتير وصارت تتصل فيني حتى اطمنت عليكم، ولما عرفت كمان أنه الطريق مسكر ما نامت الليل لحتى اطمنت أنه ولله الحمد وصلنا. هي عندها كم سنة أبو شعلان؟ الله يعطيها طولة العمر، المهم الصحة. هي بركتنا يا ناجي بيك. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيك. الله يسلمك يا هاني. أكيد الرحلة كانت متعبة. الحمد لله على سلامتكم كلكم. يا مالكم تنحين كده ليه؟ أنت أنت وهو. اصحى. يلا. أعرفكم يا أولاد، هاني جمال الدين هتشترك معانا في العملية. من دلوقتي تعتبروها زي أختكم بالظبط. ده احنا نشيلها في عينينا. إبراهيم، إبراهيم عزقلاني. إبراهيم بتاع العبري. الله، هو أنا صيتي وصل لحد هنا؟ حسام المصري. طبعاً بطل العالم في الوسم الطويل. ده مين الفتاي اللي قالك المعلومة الغلط دي؟ أنت مالك، أنت ما تسكت خالص. أنا كنت بحاول أوضح بس. لا تحاول ولا تنيل، اسكت خالص. المهندس زاهر عبقري الكمبيوتر والليزر. اهلا وسهلا، فرصة سعيدة. انا اسعد. الشيخ حسن وتهامي وعبد الجليل، صح ولا انا نشنت غلط؟ ده انت نشنت ونشاني كراشة يا ست العرايس. فرصة سعيدة جدا يا جماعة، زي ما تخيلتكم بالظبط. بس انت بتتكلمي مصري كويس قوي. اصلا انا عشت في مصر 6 سنين. ايه ده بجد والله؟ كنت عايشة فين؟ في مصر الجديدة في الكرب. بس وانا اقول شفتك فين قبل كده؟ انا قاعد بشبع عليكي من ساعه ما شفت في الكربه، كنت دايما بتاكلي ايس كريم عند دونات صح؟ وكان معاكي بالاماره واحده صاحبتك لابسه بودي فوشه ما بتقلعوش صح؟ فوشه ايه وايس كريم ايه؟ احنا في نادي. بتسكت خالص، اخرس. كنت بحاول الاغي بس. تلاغي ايه؟ امال فين الحاجه فاطمه؟ هي بتصلي وجايه دلوقتي، اصلها مستنياكم من امبارح. بقول لك يا قبله، معلش يعني شويه ميه ساقعه لحسن، عندي لا مؤاخذه حمو وحاسس بوليعه في صدري كده لا مؤاخذه. باللغ اللي انت بتلغه. عيني حاضر. اتفضلوا يا جماعه. سلام يا امي. لا انا مش شايف. والله انا ما كنتش عطشان، بس لما شفت المايه في ايدك عطشت. لا انا مش شايف. انما حضرتك جيتي ازاي من مصر؟ انا قصدي يعني يا باشا، هي ما جاتش معانا ليه؟ لا هي ما جاتش من مصر. امال جت منين؟ من اسرائيل. أصلها إسرائيلية، اسمها هاني ألدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهودية؟ معلش الله يا باشا، على مؤاخذة يعني مؤكدة، أفوك الواحد هيضرب يا باشا. يعني هل هي إسرائيلية ولا مصرية؟ أنا هقول لكم، أنا مولودة في لوجانو على حدود إيطاليا. دي طلعت إيطالية، ده على آخر القعدة هنلاقيها من دمنهور. أبويا اسمه جمال الدين أبو سيف، كان رجل أعمال مصري واتجوز من أمي راشيل وخلفوني في لوجانو، وعشت هناك مع أب مسلم وأم يهودية. بس بابا كان متمسك جداً بالأصول العربية والإسلامية رغم الغربة اللي هو عايش فيها، وكان متمسك قوي بقرايتي للقرآن من وأنا طفل، لدرجة كان لما يشوفني وأنا بقرب مصحف بيكافئني ويجيب لي عروسة هدية. ربنا يفتحها عليك يا هنية ويكرمك ويرزقك بالخلف الصالح ويوعدك بالجنة أنت وأبوكي. اللهم أمين. أمي طبعاً ما عجبهاش الكلام ده وانفصلت عن بابا وراحت عاشت لوحدها في جنيف. ما تحقنيش في نفسك يا أختي. آه ما هو لا مؤاخذة، المرة إذا ما كانتش تعيش تحت طوع جوزها لا مؤاخذة ما تستاهلش اللقمة اللي بتدفعها. بابا كان على اتصال بالمقاومة في فلسطين، وابتدى بيمدوهم بالفلوس والسلاح عشان يقدروا يثبتوا على موقفهم قدام الاحتلال الإسرائيلي. كان دايماً يقعد معايا ويفهمني الجرائم الوحشية اللي اليهود ارتكبوها، وكان بيحكي لي عن المجازر اللي حصلت في قنا وصبرا وشتيل، وعن آلاف الأطفال اللي ماتوا من غير ذنب على إيدين الصهاينة. وفي يوم كان عمري 10 سنين مش أكتر، كنت بلعب بعروستي زي أي طفلة،
وبابا كان قاعد على المكتب بيشتغل، وفجأة دخلوا عليه رجال مسلحين. جريت أنا واستخبيت ورا الستارة، كنت خايفة وببكي، بس كاتمة صوتي عشان محدش يسمعني، وما كانش بإيدي أعمل له ولا أي حاجة. ربنا يحرقهم بجاز، بس لو ادونا فرصة كنا قطعناهم. دم الراجل ده مش هيروح حاضر يا باشا. ايوه ادي الوطنية اللي حطت عليك فجأة دي. كنت بحاول أعبر. ايه؟ كنت بحاول أعبر. تعبر ايه؟ لا تعبر ولا تنايل، اسكت خالص. بعد ما حصل اللي حصل كان لازم أروح أعيش عند ماما في شلاف. طبعاً حاولت بكل الطرق إن هي تعملي غسيل مخ وتهودني، بس أنا ما طقتش، ورحت عشت عند عمتي في مصر كام سنة. قعدت هناك وبعدين رجعت لماما وقلت لها أنا خلاص يا ماما هسمع كلامك. راحت جابت لي منحة من الجامعة العبرية في تل أبيب وعشت هناك. عشت هناك وأنا ما نسيتش لحظة واحدة يوم ما دخلوا على بابا المكتب وقتلوه قدام عيني. يا أهلاً وسهلاً، يا أهلاً وسهلاً، أهلاً أهلاً يا ناجبين، نورتي. إزيك يا حاجة فاطمة؟ الحمد لله. والله وحشانا يا ست الكل. وإنت كمان. يلا أنت وهو كل واحد يبوس إيد الحاجة فاطمة. يلا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يخليكم ويحفظكم يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شو يا بنتي؟ ما قدمتي شيء لضيوفنا؟ معقولة هذه؟ لا معلش بقى، ما هو من عشر الأم، ما أصلها عايشة في تل أبيب. أبداً والله، حتى عيدها مخروم. يلا يا بنتي روحي سخني الأكل. لا معلش معلش يا حاجة فاطمة، احنا مقدرين الظروف. ظروف؟ شو قصدك بالظروف يا ناجبي؟ قصدك الحصار اللي حوالينا؟ احنا ولا بيهمنا، وبعدين اللقمة إذا ما بياكلوها الأحباب مع بعض ما إلها طعم. ربنا يخليك يا حاجة فاطمة. ما قلت لي يا ناجبي، إمتى ناويين إن شاء الله؟ الليلة دي بعد المغرب إن شاء الله هنتكل على الله. لا بلاش الليلة. ليه يا حاجة؟ لأنه المقاومة ضرب جندي إسرائيلي والجيش بمشط الحدود كلها. بس النهاردة السبت وده بيبقى أجازة، وتل أبيب كلها فاضية زي ما احنا اتفقنا. خليها السبت الجاي، يوم عن يوم ما بيفرق. هنقعد أسبوع هنا معقولة؟ وماله يا ناجبي، بنستأنس فيكم. وهنقعد فين أنا والجيش ده كله؟ في بيت أخوي زياد، بيته واسع وكبير والبيت يوسع ألف حبيب. يا فايز، أنا لما قبلت أجوزك أختي صباح ما كنتش أتصور إنك تعمل هالعملة المشينة هذه. كيف ترفع إيدك عليها يا فايز؟ كيف؟ يا زياد يا أخوي، هذه مرتي وأنا حر فيها، ما تتدخل في حياتي بالله عليك. اسمع يا فايز، أخطائك زادت كتير وأنا ساكت عليك. إيش؟ أنت بتهددني يا زياد؟ أنا ما بتهدد. أنا ما بهددكش. أنا مانع عنك ابني حامد، ما تنساش إنه في الشرطة، ولو عرف اللي بتعمله ما راح يسكت لك. رحت وأخذت مصاري الحجة وما رجعتهاش، نقلت أرض أختي صباح باسمك وقلنا ماشي هم حرين، وحق مية البير ما بتدفعهاش لفارس، الزلمة بيجي ياخذها منك. هذا كتير كتير يا أخوي اللي فينا، مكفينا الله يرضى عليك. يا صباح يا صباح، يلا يا أختي يلا روحي مع جوزك، الله يهدي بالكو، مع السلامة. ألو حجة فاطمة،
ايش اخبارك يا عمتي؟ وين الشباب؟ ما عجوش لهالوقت. ها؟ اكيد هما. ما توصليش عليهم. ناجي بيه، اهلا اهلا وسهلا ناجي بيه. مساء الخير يا عم زياد. مساء الخير يا ناجي بيه، تفضلوا تفضلوا يا جماعه. معلش طبنا عليك كده زي القدر مستعجل، اتعشى من الحاج فاطمه تكون شرحت لك الموقف. اما تقولش كده يا ناجي بيه، البيت بيتكو. ما تاخذونيش يا جماعه، الاولاد برا بس انتم ببيتكم، يعني اللي بيحب ياكل اشي او يشرب اشي يتفضل، المطبخ هناك. اجعله عامر ابو زياد. تسلم يا ناجي بيه، تسلم. انا داخل اعمل شاي، حد عايز شاي؟ يلا روح. ايه يا ابطال، هتضلوا واقفين كده؟ ايه لا، يلا يلا غيروا ملابسكو، الغرف فوق بالطابق الثاني، وكل واحد يلبس الجلابية يلي على قده، اعتبروا حالكو ببيتكو، انا عندي شباب زيكو، الله يخليكو ويديمكو. اتفضلوا اتفضلوا. يا هلا يا اهلا وسهلا بيكو، اتفضل اتفضل ناجي بيه، اتفضل يا اهلا وسهلا ناجي بيه. اهلا وسهلا، شرفتنا والله. كلها كرم يا عم زياد. تسلم تسلم، والله وحشتني مصر. انت تشرفنا في مصر في اي وقت يا عم زياد. ناديني ابو طارق. ابو طارق؟ مين طارق فضولة يا ابو طارق؟ الأول على اليمين ده الصغير؟ لا، ابني الكبير البكر أول خلفتي، ربنا يفك أسره. هو معتقل؟ اي، اعتقلوه الصهاينة من 16 سنة، كان لسه ما كملش 16 سنة. مسكين حبيبي، قضى نص عمره عندي والنص الثاني بالمعتقل. ربنا يفك أسره إن شاء الله. ما هو يا ناجي بيه، عشان ناس تعيش لابد ما ناس تانية تدفع الثمن. هما اعتقلوا لي؟ كان بيجيب عنده على الدار ناس من المقاومة مطلوبين ويخبيهم، وبعدها ما رجعش. بس إن شاء الله إن شاء الله حيرجع يا ناجي بيه. إن شاء الله حيرجع أبو طارق. وهدول حامد ونجيب وياسر الصغير، الشباب حيعجبوك يا ناجي بيه. ربنا يخليهم لك أبو طارق. الله يسلمك. يا نهار اسود، ده البيت كله سلاح. يا ابني فاكر نفسك في شرم؟ الناس دي بتضرب كل يوم، يعني لازم يكون عندهم سلاح يدافعوا بيه عن نفسهم. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انا طول عمري بسمع عن اللي بيعانيه اهل غزه من التلفزيون، لكن اول مره احس ان هم تعبانين قوي كده. شيء فظيع قوي ان الواحد يعيش طول عمره متهدد كده بالموت. ايه ده ايه ده، موت ايه ونكد ايه؟ انتوا هتقلبوها غم، افتكروا لنا حاجه حلوه. امس أنا عارف الظروف هنا صعبة، وإحنا هنقعد عندك أسبوع، فلو سمحت لي يعني بعد إذنك، ده مبلغ صغير كده. رجع يا أخوي، رجع مصاريك بجيبتك، يا أخوي هذه إهانة، وما كنتش حابب تكون بداية علاقتي معك زي هيك. مفيش تكليف بينا يا أبو طارق. يا أخوي الحمد لله الخير كثير، وأنت زي أخويا والشباب زي ولادي، وما بيصيرش تقول هذا الكلام يا أخوي، ما بيصيرش، إحنا أخوة. ما هو برضو لما أنت تميل على أخوك في حاجة وهو يميل عليك في حاجة تانية، فيها إيه يعني؟
سكر على هالموضوع الله يرضى عليك يا ناجي. الشاي وين؟ الشاي وين؟ الولد اللي راح يعمل الشاي؟ الشاي يا عبد جليل لعمك ابو طارق بسرعه. الشاي كبير. اهلا. ايه ده كله؟ الله يخرب بيتك، انت خلصت لهم كده الشاي والسكر بتاع البيت كله؟ والله يا دوبك يا باشا. الله، امال فين الشباب؟ طلعوا فوق. الله، طب والشاي؟ اطلع ازعجهم يا عبد. ايه اعزائهم دي يا باشا؟ لا مؤاخذة، اطلع عندها لهم من فوق. حاضر يا باشا. اسمع يا ناجي بيك، انا ما بعرفش تفاصيل، بس انا واثق من انكم رح تعملوا اشي كبير لهالوطن. واللي بيجي لحد هان وشايل كفنه على ايده لازم يعرف انه احنا كلنا بخدمته. بس اهم حاجه طبعا يا ابو طارق، ما حدش يعرف ان احنا قاعدين هنا. ما تحكلش هم يا ناجي بيك، بيت زياد ما فيش حدا يسترجي يقرب منه. أهلاً وسهلاً. اليوم 28 شعبان، يعني ربنا رايد نصوم رمضان مع بعض. انت ايه ده؟ انت ما لبستش جلابيه ليه؟ ما دي جلابيه يا باشا. ده قميص مش جلابيه. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. اليوم 28 شعبان، يعني ربنا رايد نصوم رمضان مع بعض. انت ايه ده؟ انت ما لبستش جلابيه ليه؟ ما دي جلابيه يا باشا. ده قميص مش جلابيه. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا حامد، تعال سلم على عمك ناجي بيك عطله واخواتك من مصر. اهلا بالعم ناجي. حامد ابني نقيب في حماس. ونعم الناس. انتوا اللي نضلتوا وصمدتوا ووقفتوا قدام الجيش الاسرائيلي وعلمتوهم الادب. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. نجيب ابني الوسطاني أمين سر الشبيبة في غزة من فتح. ونعم الناس. انتوا تاريخ النضال الفلسطيني، انتوا اللي أطلقتوا أول رصاصة ورميتوا أول حجر. مساء الخير يا جماعة. مساء الخير. قول ياسر ابني الزغير آخر العنقود. وده مع دول ولا مع دول؟ لا، هذا مع المورستان، هذا بحاله. سنة كام يا ياسر؟ رابعة كمبيوتر. ونعم الناس. أنا عاد لي دماغ لحالي، غير أخويا حامد وأخويا نجيب. أنا شخصياً شايف إنه ما فيش فايدة، عشان هيك كل أسبوع زمن وبخلص الجامعة وأهج بعيد عن هان. أنا بقى بحب الدماغ دي قوي، أصل أنا زيك كده، غاوي هجاجان. وناوي تروح فين؟ أمريكا؟ أعوذ بالله. إيه في إيه؟ لا يا عم، أنا مرتب حالي على السويد. هم الخواجات صح في اوروبا. ده انت تلاقيك مربط مع مزه هناك يا عم. هي هيك صار لنا 4 سنين متقابل عشاد قمر، بتقول للقمر قوم لقعد مطرحك. ايش يا باشمهندس؟ ليش قاعد بعيد هيك؟ احنا ما بنحكيش في السياسه يا زلمه. لا اصلا انا امي وحشتني قوي بس. هيك طب ما تحاكيها. هو ممكن؟ خد بس دير بالك احسن بيقطع على طول. انتوا ما عندكوش ديسكو في غزه؟ طيب. ايه يا بابا،
وانت وحشني اكتر يا حبيبي، طمني على صحتك. يا سيدي انا كويس الحمد لله، المهم انت خلي بالك من نفسك. لا 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 بقول لك ايه، مش وقت الكلام ده، انا اصلا مش هينفع اطول في المكالمه، بس انا هحاول اكلمك قريب ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا ابو كباتر. ايوه كده، لا اله الا الله. والله يا اخ حامد اللي انتوا بتعملوه ده ربنا هيكافئكم عنه ويجازيكم خير ان شاء الله، عشان كده الشعب اختاركم. ومهما كانوا الصهاينه عندهم سلاح، ومهما كانت امريكا بتساعدهم دوله الفجور والضلال والفسق، قادر ربنا ينصركم على القوم الكافرين. يقول تعالى: كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ حسن، انما انت ما قلتليش ايش جايين تسووا هان؟ ده سؤال لا استطيع الاجابه عنه يا اخ حامد، اعذرني، لكن تاكد اننا بصدد مهمه كبيره جدا. ادعي لنا يا اخ حامد ربنا ينصرنا.